مش سترايكرز. شحال بقالية؟ بقالية وحدة. يوتيوبرز يوتيوبر مشهورين مشهورين. عندهم في انستغرام جد المليون. قولوا له خونا راه هز. مصيفط لي ايميل مدير مجهود كاتب فرونسي وهاد اليوتيوبر يقول لك المهم. شوية تيدخل بات سوزان تيجرو من رجليه. حق الله تيجرو من رجليه الاخر ناس ما فهمتش ما فهمش. شو تيدير؟ بديتي تيركلو تيقول لي سير بعد مني سير بعد مني. انا كاره ماليزيا ماليزيا قصفها اربع ديال الاسابيع. شارف في السماء. وغادي طاير واحد سبعة السوايع ما قلتي مازوط يسالي ما قلتي والو شارب كتوصل السكران كتبدا المسار الدراسي ديالك غادي تدخل سوق راسك ما دابش مع لي بروف ما دابش مع لي بروف وسير ودخل سوق راسك الله يرضي على ولدي وقرا مزيان ودير واحد لوبجيكتيف بين عينك وماشي اي بنت شفتيها راه ديالك الله يرحم والديك. هذا الفيديو سبونسورد باي وان اكسبيرت. من الاخر الا كنتي ديجا كتكوطي وكان عندك اكثر من 18 عام دخل تسجل في اللينك اللي مخلي لك في الديسكريبشن ودخل الكود برومو ديالي بي اف 900 بي او اف ماجيسكول وغتاخذ 90 حتى 130 دولار الا كنتي غتسجل اول مره بالكود واللينك اللي عطيتك بيت سيف. نورمال منين كتهز هذا شي زوال الناس الراقيين فهمتي شنو ندير مع شنو فخر الدين داير بحال لوغان بول مين هذا فهمتي برايم درينك برايم ضروري يحط لك منحه منحه تقول لي السلام عليكم تنقول لك منحه منحه انت خديتي شي منحه فاش كنتي في الصين عاود لي كيفاش خديتي منحه حل بالله والله كانت عندي منحه ديال لا بروفانس لا واش راح لنا كيفاش دابا المنحه اللي خديتها انا خي بلال دابا بعدا قبل ما تكمل لينا راه انت عارفينك فخر الدين فهمتيني يوتيوب ما كاينش شي واقع شي مغربي ما سمعش القصه تاخذوا دوك هذو اللي كيعانيو من الارق فخر الدين والمساند الرسمي ديالنا فكره زوينه صاحبي دابا نقدر ندير انا مع اطباء نفسي والله انت راه انت دواء انت دواء تخيطوا دابا حتى مصطفى راه كيعرفوا راه 200 الف في الحلقه ديالي انا وياه تخيل انسان عمرو بان شنو كلا ولا تعرفوا به دراري تشينوا وداك الشيء خدا ابعد سياسيه ولكن شوف القصه ديالو كانت واعره بزاف صراحه زعما ما كملهاش عجبت البصر فريمون وجوجكم كتشاركوا في واحد الحاجه من غير انكم جوجكم مشيتوا للشينوا جوجكم كتعرفوا تعاودوا القصص ولكن فخر الدين لا هو تعاود لايف وانا انا شنكتب انا نقاطعك اخويا فخر الدين واحد ثانيه فخر الدين ماشي تعرف يعاود تعرف يعاود ويناعس يعني كتبقى تسمع القصه حتى كتولي كتحلم براسك انت اللي براكيتي داك تدخل في الفيلم ياك والله وهذا راه حنا حسينا براسنا بحال حنا اللي قراديين داك ولكن انت هو القصه عاودها لايف وكنت فهمتيني وفريمون بريد مساله بعد مساله هذيك القصه خويا بلال انا راه ما عمرني شي نهار زعما شفت كاميرا اون فاس معايا وعاودت عليه شي هضره مع بحال ابيل ولكن شنو اللي كان سموث هو ان السي بلال باش ما نكروش ليه شي الفضل ديالو تعرف دريبل تعرف قاد لك الامور تيريحك سرحتو سرحتك اللي دابا انت كتكون جاي باغي تقول ليه جوج كلمات كتولي قايل لي 10 ديال الكلمات وهذاك هو القالب هذاك هو القالب دابا كان عجبات البعض شنو تجيب 200 الف اخويا وفهمتي الفضل كله تيرجع عليك حلقانات هاكا تبدا قال لك قال لك كلشي يقول لك خليه ستريمي لينا دير ما نقدرش نطفل اخويا دخل المجال هذاك كان كود شونس هذاك حظ المبتدئين خاصك تعاود بحالها ولكن عاوتاني راه عاود سرحت شوف البودكاست عاوتاني فهمتيني بقى بشويه واحد شويه يطلع لي 1000 انفيتاسيون غير دا بوبليك تما يبدا يحس براه يبدا يقول لهم اخوتي اليوم احنا غادي نجيبوا شي جاتني دابا انا كان بيلا راه كاين عندي في الكلوز فرانس كيشوف انا عندي واحد الكونسيبت ولكن تيشوفوا 60 واحد ديال السائق المهني هذا كنبغيو نشوفوا واش زعما شنو بغينا نبارطاجيو مع الناس شي حويجات ديال الضحك اما باش نكون زعما ندخل عند البيبليك كله خصني واحد شويه ديال الخبره وحنا راه ان شاء الله وكاين راه تشهر فراسك تشهر شحال من واحد صيفط لي ميساج شي وقفك من هذا الزنقه واحد النهار جاني ميساج قالت لي واحد السيده قالت لي راه شفتك في بوزنيق انت واحد الشينويه حتى انا جا عندي بنادم في انستغرام قال لي راه شفت عشيرك مع واحد الشينويه في المحمديه هذا كتسمى انك راك غادي الشهر راك غادي الطريق ولكن انت دونك الشينوا بقات عندك علاقه معهم المور ما جيتي من الشينوا المور داك المشكل طرا لي دابا انا خي بلال باش كون جيت من الشينوا انا ما جيتش للمغرب باش نقطع العلاقه بالشينوا انا جيت للمغرب مالي شينوا جيت انايا وكنت راه دابا راه كاين واحد المعمل في المغرب حاليا راه كاين واحد الدور كبير ديالي فيه والناس راه الناس اللي كاينين في الدومين تيفهموا هذاك المعمل كنت انا بديت كنوريهم زعما انا غير بحسن النيه كنقول لهم زعما راه المغرب راه هادي وتصاوروا هما ما كانوش كيتخيلوا بلي المغرب راه بلاد تحسب لهم الصحراء كاين بزاف الناس كيسحابوا من المغرب افريقيا يعني مجهول شي حاجه غامضه وانا واحد النهار كنت غير بحركه جالس وكنوري زعما الدار ديالنا العائله بدا كيشوف شكون هذا شينوي هذا واحد لي شينوا هذا لي شينوا كيدير واحد الصناعه ثقيله وراه دابا راه تبارك الله راه كاين في برشيد وراه حل واحد المعمل يعني كبير ماشي معمل صغير
مخدمين بالإفي بابيون، خدمين واحد 300 شي واحد خدامه حيت انا وريت الدار ديالنا وكذا فهمتي. يعني دائما كاين استضعاف والله. واش شي عجيب هو كان ديجا كيفكر انفيستي في افريك وجاب الله التيسير هذيك الدفيعه فهمتي جبناه. ولا دابا الحمد لله تكون درتي لاباس دابا. لا انا ما درتش والو، انا كنلاقي سلوكه فهمتي شديت جونا نعاونوه شي شويه رجعوا شويه للور. عاود لينا من اللحظه اللي كيتيتي تما خرجتي اللي من خرجتي ما بقيتش قرار. لا بغيت يخرج من الحبس بعدا غادي يخرج من الحبس. بغينا نعاود نرجع اخويا حتى انا راه راسي ضرني. انا نعاود لك اخويا فخر الدين. دابا انا باش خرجت قرادي، باش كنت قرادي جيت بقيت واقف حدا الباب ديال المساله كنتسناهم باش النهار ديال الخروج. صافي جيت اخويا جيت خارج. فاش جيت خارج لقيت اول اشكال شنو هو؟ والله ما بقيت عاقل كيفاش كيتمشاو الناس. اقسم بالله راه تخيل واحد المده وانت جالس بحال هكا فهمتي. دابا ملي كتكون بيدك الناس غايشوفوك اكثر. هو انك كاين هنا ياك وكاين واحد لي سباس خاوي بينك وبين صاحبك وكاين صاحبك. المهم هذاك لي سباس هو اللي كتبقى جالس فيه. وكاين واش لنا 24 ساعه ولا لا؟ عندك انا نشرح لك. عندك الوقت المحدد لا ماجوريتي ديال الوقت غتبقى جالس في هاد البوزيسيون. لو ريست عندك واحد الساعه ديال الماكله ياك وكترجع تجلس. وعندك واحد الساعه الطواليت كاينه تقبه في الارض وساس بشي عندك الحاضر قدام الجمهور. قدام الجمهور فهمتي قدام الملاء. انا هذيك الطواليت انا اتحفظ عن عندي كريا. المهم بخلاصه باش ما نطولوش في هذه المساله زياره كتبقى غير زياره واحد السيمانه وانت مزيره باش تمشي للدار. قلت لك اخويا اخويا فخر الدين كنا مريحين بحال هكا طولنا في ديك الطريحه رانا فاش خرجت. المهم انا بدا ما ندخل معاك في لا بروسيدور ديال المهم كاين الماكله وكاين النعاس وكاين كذا. المهم خرجت من الباب تخيل واحد السيده جايه تستقبلني ديك اللي عاوناتني جايه باش تستقبلني ما لقاتنيش. علاش جريت جري وحده جريت حيت من داك حيت من داك المحيط وتنادم معاهم الحال فين نولي. يقول لك غتدخل تخيل تنادم معاهم الحال يقول لك راه انت راه جا فيك شي حكم اخي جري وحده عندك الصح والله ياك تجري. جري وحده حتى دبرت في شي طاكسي شي لعيبه ما كانت عندي شي حاجه بالفلوس كانوا شادين هذيا تما. صافي جري كسيرات دير واحد عيطت للدار كذا. لا ما عيطت للدار ما كانوش عايشين الدار خبارهم ولا ما خبارهم الدار عرفوا حتى جيت المغرب. اختي كانت عارفه اختي كنت مسكين قلت لها. من تما رجعتي بحال المغرب ولا تما من سالينا قضينا الغرض اللي غنقضيه وجينا للمغرب. اكملتي داكشي اللي كتجي عليه قضينا الغرض صافي تيسرات الامور دوزنا ديك المساله اللي غادي ندوزوها دازت ديك لافير ما حقت تما والو الصراحه. صافي كتقول خرجتي بحال تقول مثلا شي كنتي في جي تي زدتي واحد ستاج ثاني فهمتي غدوز دابا تشوف شي مشكل جديد ديرو مشاكل اخرى صافي تحيدوا لك النجوم تحيدوا صافي المشكل سهله زعما تكالم هذه القضيه. جيت للمغرب ولكن باش نوضح هذه المجيه هذه ماشي هي المجيه الاولى ديال ماشي ديال المجيه ديفينيتيف فين جيت انا قبل من هذه المجيه كنت جيت باش كنت اتيديون كنت جيت فهمتي وتما فين قلت لك جيت انا وداك لو شينوا اللي قلت لك جا وكنت تما فين بديت الخدمه هذه. يعني دابا هنا راني وليتي قطعت مع الحياه ديال القرايه ستودنت لايف ودخلنا دابا الحياه ديال الخدمه. واحد التوضيح ما تعرف شكون شي بلان ما حسبوش لك صوابق هذا الشيء ياك؟ لا ما حسبوش لي حيت خرجت كنت غير بحال شديت غير التحقيق فهمتي. وانا دابا ما بقاش عندي مشكل في فلاشين والقدره ديال الله هذه شي وحدين تدخل في الفيزا ما تسمىش عنده صوابق وتدخلات شي تدخلات فيزا عادي ما بقاش عندي الفيزا ساريه ساريه المفعول دونك ما كاينش مشكل مشيت رفوليتي من بعد. لا مشيت رفوليتي لا وانا كنت مستعد نرفولي الى 10 سنين نرفولي اخويا حاجه ماشي هو ما تتزاقلوش. لا ماشي يعني انت بالخبره ديالك اخويا فخر الدين كانت رحمه الله والله شي ماشي رحمه الله راك عندك الزهر الامبراطور عشان فاش عنده الزهر عنده الزهر والله الا عنده الزهر يمكن يقدر يغبر يقدر يعيش 10 سنين كما قال قابق قصير فهمتي قابق قصير. دابا هو دابا المشكل حيت تخلع بانيكا ولا باغي يقول لهم اللي كان باش يبدل السيتوياسيون. دابا انا تخلعت وما بغيتش نبقى جالس هذيك الخلعه. بغيتي تحاول دير شي حاجه انت؟ لا قلت نفهم قلت الخلعه الا كنت حيت دابا اصعب حاجه تكون كتخاف من المجهول. قلت انا بغيت نخاف من المعلوم يعني قولوا لي قولوا لي المده نقول لكم راه دايرها وباش نتفاهموا حنا نتفاهموا نحطوا النقط حتى انا استشوار زبده فهمتي 10 سنين ماشي زبده قاصحه فهمتيني هادشي اللي قص والله ناري راه والله تخرجتي ديك 10 ايام الله الا فهمت هاد التجربه دخلتي دوزتي اكسبيريونس وخرجتي ما شوف هذيك تتسمى بدلت لي حياتي بزاف صراحه بدلت لي حياتي. وكنهضر على هذيك المساله هي اللي خلات مصطفى ديال اليوم هو ديك القصه راه جزء من لو فيكو ديالي وبدلت لي حياتي في الطريقه ديال التعامل ديالي مع الاشخاص في الطريقه ديال التعامل ديالي مع لي سيتوياسيون وكيفاش نفرق ما بين الخدمه وما بين الضحك وما بين شحال كان عندك من عام ديك الساعه هذاك الشيء اخويا حيت كنت قطعت في التاريخ 2018 هذاك الشيء كان في 2019 كانت عندي اخويا شي
انا نقول دابا كون جاه مع الحجر الصحي كره ديك 10 ايام 2019 ناقص 1999 يقول لهم الحجر مع ديك خارج من من الحبس يقول لك راه كاين الحجر حزرون يكون حزرون. المهم بالنسبه للدراري اللي ما فاهمينش ولا اللي ما فاهمينش كيتفرجوا فينا الفيديو غادي تلقاوه نحطوا لكم هنايا تلقاوه في الشين ديالي الثاني مور بلال نو فيلتر القصه ديال مصطفى كامله كيفاش مشى للشينوا حتى خرج من الحبس ودابا غادي لكم غير الحبس بعد الشينوا اه فوالا هذيك اخويا كانت عندي 23 عام ودابا باش كتكون عندك 23 عام وانت باقي جون يا صاحبي صعيبه بزاف وهو نقول لك واحد الحاجه هو الشينوا هو الشينوا كتجري باش الشينوا زوينه بزاف علاش حيتاش كتولي تعرف كيفاش تجري راسك نعطيك واحد المثال واقعي كيفاش تجري راسك دابا انت كتكون غادي جون مثلا جيتي عند سي فخر الدين المنحه وجيتي للشينوا يعني انت راك غادي باش نقول لهم بلال راه ما مخلصين وما والو بالعكس راه هو اللي مخلص علينا البيتزا بلال راه هو اللي مخلص جوج بيتزا جوج بيتزا سمعني جوج بيتزا شوف جيتي عند سي فخر الدين المنحه شربتي الماء في الكاس مشيتي للمنحه مشيتي للشينوا مشيتي للشينوا خديتي لابور حتى انت بديتي راه ما سالاش لقيتها تما هذيك راه هي البدايه حيت شحال من واحد كيوصل تما يلا كيتبدا مازال ما عرفش بلي راه سيتو نوفيل كولتور لي تراديسيون اللي عندهم ماشي هما اللي عندنا حتى الدوخ لو ريتم دو في نعطيكم شي ناس شي طراو لهم شي مشاكل حيت ما فاهمينش دابا الناس كيكونوا مثلا كيمشيو تما ما فاهمش هو باللي راه نسى عليا ما بقيتيش انت ما بقيتيش في بلادك ليش مع باكم ما بقيتيش مع البوليس اللي كيعرفوك الناس كيضرب الدارجه نفس الثقافه حتى حتى القانون راه ماشي نفس القانون اللي كتعرف انت واحد السيد انا على ذكر القانون هو راه اخي فخر الدين تقدر تكونفيرمي لي هاد المساله في نايت كلوبس وداكشي راه لي زاجون دو سيكوريتي تكون عندهم المينوط والمسائل اه انا ما كاينش المينوط ما عرفتش انا ما كاينش المينوط تما راه كاين المينوط في الاماكن الاخر شحال من واحد كيمشي كيبغي يبدل الجو تيصدق داير شي فضيحه حتى كيلقى راسو في واحد لا سيتوياسيون لا يحمد عقباه قال واحد السيد صاحبي كانوا الدراري جالسين في واحد واحد الطبله فيها القنينة ديال الجوعة هما داشين وبيناتهم وهو جالس من ديك الجهة فهمتي وهو داك الكتر يعني كتر ولا تيشطح شي طيح بحال تيشطح العلوة فهمتي حتى شطح تيهيت 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 لي شينوا مريحين هنايا هو يضرب لهم واحد القرعة تدير 17000 درهم ناري ضربها ما فهم براسو تلقى راسهم مايطا من يديه ورجليه مع طبلة ديال الحديد في لاكاف ديال البواط تخيل معايا دابا هادي وحق الرب لا لي ناضي وانا في ديك الايامات حيت انا كنت قلت لك كان شويه ديال كان شويه ديال الشجاعه كان شويه ديال التكرفيس قبل باش كنت اتيديون كان التكرفيس هو ما عندك انت لا فلوس لا ولا بديتي كتخدم كتحاول ما امكنتش افيتي دوك لي سيتوياسيون اللي ما مسلكينكش يعني ما عندكش باش تخرج ما عندكش باش تبقى تصرف كتقول تنعس معمرني شي لي معمرني ليله وحده نعست ولقيت راسي ما صارش بحال اللي خرجوا بحال هاش خرجوا الدراري راجعين في الطاكسي تيضحكوا ما عندهمش باش يخلصوا تبقى يدقوا علينا في الريزيدونس الله يحفظكم فلوس الطاكسي تعاونوا ماشي زعما نقلل منه عرفت هادشي جالي به العام دابا كنا كليكا بيناتنا فهمتي دابا باش الدراري يسمعوا دابا باش يفهموا الناس دابا الشينوا تيبرك بنادم كلو ظريف اه دابا طاكسي تتقول وين غنضحكوا معاه نمشي نخرج مع شي يدير كاع اش بغى يدير هي بعض المرات راه اغلبيه ديال الوقت ما تيدير والو مسكين شي طاكسي ولكن اذا طحتي في مول الطاكسي نيت صافي انا كنعرف واحد الدراري جراو لكم الشينوا الدراري جراو عليهم والدراري اللي كانوا في نيمبو في 2018 كونفيرميو جراو عليهم بسبب طاكسي هادشي اللي كانوا خارجين غير بالضحك مره تبارك الله عندهم فلوس تبارك خرجوا في طاكسي بغاو يضحكوا ديك نهربوا ليه هربوا ليه هما يجيو معلقوا سميتهم في الباب ديال اليونيفرسيتي في الباب ديال لا ريزيدونس علقوا سميتهم 1 3 4 5 من جنسيه مغربيه وهادشي راه تي جبدوا دوك السميه تجبد غير والكنيه دابا راك شي نمره الباسبور والجنسيه اللي قطع في شونغاي اللي قطع في باساج بيتون في الحمر تيديروا ليه كاين واحد ليكرو تصويره لا والله وانت تصورت حتى قطعتي من الشوهه حيت هما حيت هما تيامنوا بالشوهه بحال المغرب الشوهه هما هما تيديروا ليه الشوهه باش حيت ما يرضاش فهمتي الشين ويبقى فيه الحال هما الشين عندهم القضيه ديال الشوهه القضيه ديال الشوهه كتعجبهم بزاف المغرب في المغرب كتاخذ الجزاء ديالك ديك الساعه واحد من الطاكسي كيعاود لينا راجل بنت خالتي عنده طاكسي صغير داك الشيء براج ركبوا في طاكسي وصل لهم للبلاصه في الجنيه قال له بغينا نسولوك عمي قال لهم سولوني قال له شكون اللي كيخلص واش حنا ولا الله قال لهم والله كيخلص يقولوا يخلصك الله وما يهربوا ما حل الباب واحد ضربوا يضربوا الطوموبيل باق ويخلصوا الله ونيت سير خلاص هذا راه كتسالي كنامن انا بزاف هذا الشيء هذا كنامن بزاف علاش ناري ناري حيت دابا كاين شي ناس شوف الحياه خصها تتخاد انا غادي ندير واحد النداء جديد الحياه شوف عبد الله الحياه خصها تتخاد او سيريو الحياه خصها تتخاد او سيريو كيضرب معاك وندوز 10 سنين راه 10 ايام 10 دايز 10 دايز شوف الحياه خصها تتخاد او سيريو 10 ايام في العز شوف
هذا نداء نداء لجميع المغاربه اللي كيسمعوا هذا اللي كيتفرجوا عبر المنبر ديال سي بلال. الحياه خصها تتخاد او سيريو من نهار اللي تولي كونسيون، من نهار اللي تولي كتحمل المسؤوليه. خذ الحياه او سيريو الا بغيتي تمشي ولا بغيتي تكمل في الحياه. ابا صرا عازم شي ضرب شي 10 ايام. هضرتي فخر الدين قبيله على البلان ديال الشوات، هما كيامنوا بالشوات وداك الشيء عندهم، هما كيامنوا بالخرافات، كيامنوا بالسحور، كيامنوا بكذا. عندهم شي لعيبات في الثقافه ديالهم اللي في شكل لا كاين داك الشيء قديم. شوف جينيراسيون هاد الجينزي حتى هما عندهم، ولكن كشعب الشعب الصيني كيامن ب كيامن بالنحس، كيامن بالخربقه. اه داك لا النحس والزهر هذاك الشيء امنوا به بزاف. دابا مثلا بلاكه طوموبيل 8 ديال 8 واعره زوين، راه 100 مليون 200 مليون تاخذ لدرجه باش عرف حتى الغوفرنمون تيامن بهاد اللعيبات. العاب اولمبيه داروا في 8 شهر 8 2008، هما عندهم الافتتاح. اوكي عندهم 8 رقم مقدس، 8 مقدس والربعه هو النحس. دابا العمارات تلقى فيها جميع لي زيطاج، تلقاش الربعه و تلقاش 13. الربعه هما حيت عندهم لا كينقزوا محيدين، عندك واحد جوج ثلاثه خمسه كمل. علاش هما تيديروا هادشي؟ حيت هذيك الربعه بالشينوي هي الس هي الموت، صافي تحيدوها. دونك هما عندهم النطق ديال الربعه والموت. انا كان عندي بزاف المشكل مع لي شينوا، باش كنت كنبغي نضحك من الضحك المغرب تنقول لي واش انا نقولك اخي فخر الدين وغتفهمني انت، هما ما يفهمونيش وفخر الدين راه يفهمني. كنت شويه حيت دابا كنقولك الثقافه ماشي بحال تلاقيت بشينوي كبير. قلت لي شحال عندك من عام؟ شو دابا نسوي الشينوي شحال عندك من عام؟ اش غتستعمل؟ قال لي عندي مثلا شي 50. قلت له قرب شي تموت. دابا ريد فلاغ شينوي، ريد فلاغ، ما تقولش لي الموت، ما تجبليش الموت. ما عمرك شوف اللي عنده شي شينوي ما يجبش مع الموت. واحد القضيه اخرى، شحال هذيك تقرا الشينويه ودايرين واحد ليسان كتبوا فيهم السميات وغادي بستيلو احمر وكتب سميت، ما كانش عندي ستيلو زرق صافي الساعه زيد ستيلو احمر. قلت لي لا ما تكتبوش بستيلو احمر. قلت لها علاش؟ قالت لي حيت شحال هادي دوك المحكومين بالاعدام كانوا تكتبوا لهم بستيلو احمر السميات ديالهم. قلت لي راه فال خايب هذاك ما ديرو لهم، عندهم الفال وشو واحد المساله والفلوس حتى هما تبع هاد اللعيبه هادي تيتفايلوا بزاف، تبقاو يديروها زعما باش تجيب لهم الزهر. ويلي جيب لي الفيوز، جيب لي الفيوز في هاد البودكاست. هذاك الشيء اش درناه؟ هذاك الشيء اللون الاحمر هو اللون ديال الفلوس. وعندهم واحد المساله، انا واحد في السبوع تيبقاو يعطيو انفلوب فيه فلوس، سبوع عارف داك الشيء تعطيو واحد تيقول لي خوبا ريد كارد متعدرا ريد كارد ريد بوكي شفتي لي انفلوب فيه فلوس تعطيو لك نهار. قلت لك اخي فخر الدين، كنت واحد المره شنو على بالهضره على الزهر وعلى على شي النحس، كانت واحد السيده وما كانوش يلبسوا ديما ديك لي بغاص لي واحد بالحمار وبالخضر، وكانت واحد الشينويه يكون مثلا الا مثلا غادي نقيس لها البراسلي ديالها ما تخليهش نقيسو، كتحيد لي ما تخليكش تقيس لها البراسلي ديالها. شنو فهمت انها زعما الا قسيتي لها البراسلي ديالها غتبرك انت، سوف تتبركوا من البراسلي ديالها وتحيد لها ديك البركه ديالها بحال بونمو اولا غادي تولي انرجي. غتسالي لها الانرجي فهمت، غتسالي لها الدم فهمتي. وهذه راه ماشي شي شينويه كبيره، هذه راه شينويه صغيره تكون عندها شي 36. لا ما عندهم هذاك تيامنوا بزاف بهذا السوبرستيسيون، ولكن في نفس الوقت تيامنوا بالفلوس. تيامنوا بالفلوس صافي. والدعاء ديالهم نعطيك الدعاء بالشينويه نحمقك. سير واحد المره كنت جالس مع واحد لي شينوا، كانوا كلهم تيديروا واحد الحركه، تندير لكم من بعد تيديروا واحد الحركه وما فهمتش ادير انا غندير لكم دابا ني دابا باش نشرح. كانوا تيديروا واحد الحركه، سولت شينويه قلت له شنو كيفاش البلان؟ قلت له كيدعيو. قلت له راه كيدعيو. قلت له شنو كيفاش كيدعيو؟ قلت له زعما باش ربي يسهل عليهم. شنو هو الدعاء؟ تيديروا بحال هكا حلف بالله كياخذوا من عندك كيديروا عندهم فلوس زعما تياخذوا دعاء ولا شي. دابا راه كاين واحد ديفيرونس، دابا نتايا ما كنتي في نيمبو وانا كنت في شنغهاي، راه شويه داك الشيء مختلف شويه. وهاد الناس هادو راه قرابين اللي كانوا تيديروا هاد الحركه هادو، ولكن نانطون فهمتي. عربيه شنغهاي نانطون تقول فيلاج، ولكن شنغهاي راه شنغهاي بحال قلتي جالس في نيويورك. تمام نفس الارشيتكتور ديالها واعره، شنغهاي واعره. انت كيفاش مشيتي للشينوا غي؟ انت مشيتي قديم بعدا. شديت الباك ياك؟ شديت الباك قلت نتعلم الجابون، نتعلم شي لعيبه صافي. قلت نتعلم الجابونيه، حتى لي صاحبي نيت كان هو تيقرا معايا في الليسي مشى يتقيد، ما لقاش الجابونيه دخل الشينويه صافي. انا نسيت ما بقيت لا الشينويه لا الجابونيه حتى لعبه. العام اللي من الصيف ديال اللي موراه داوهم فواياج فابور هنايا، داو الجابون لا داوهم الشينويه. هاك كونفوشيوس هنايا خلصوا 300 درهم داك العام، داهم فواياج طياره ماكله كلشي فابور. وقلت مزيان هاد القضيه هادي، انا ما عنديش ما اصلا ما عنديش مع الشينوا، ما مسوقش ليها، ماشي زعما شي واحد انتريسي بالكولتور ولا داكشي صافي. قلت بلان هذا نسافر فابور، ما عمري ما مشيت حتى شي بلاد حتى شي لعبه، اول خرجه ديالي من المغرب صافي. العام اللي مورا وانا دخلت الشينوي، هادشي علاش دخلت الشينوي انا.
صافي تنقرا هنا في كوفيجي حيت فابو كانوا شي خلصوا علينا الغداء ما داوكمش داك العام لا داونا كانوا شي خلصوا علينا الغداء الحاجات كانت زوينه صافي اه فابور ديما كل سبت تنتغداو فابور بيتزات لعيبات حنا راك فهمتي يلاه طالع من الباك جاي من المدرسه صافي تجريو عليه هيك تغوتو عليه داك الشيء غادي واحد القرايه جديده قرايه جديده تجيبوك قرايه البيتزا اش ان شاء الله فيك صافي هذيك بقينا صابرين معاهم داك العام في الاخر العام كنت جايب مزيان ويجي يقول لي قالت لي لا ما نديوكش الا واش يقولوا دابا عرفتي حسيت بالشمس صاحبي ضربت انا العام كامل وانا تنمشي عام البيتزا والله كلينا ولكن ما كيفيش داك الشيء صافي واحد الدري الله يذكره بخير ما بقاش عندي كونتاكت معاه سميتو كريم قال لي شوف قال لي انا راه تمشي مع خالي ولا مع شي واحد من العائله ديالو تندير التجاره قال لي ياك خذ بلاصتي صافي ومشيت تحيه لخويا كريم واخا من ديك اللحظه ما عمرنا مع التشوف صدق راه ولا زعما ديك اللحظه بدل لي حياتي ومشيتي في خطره مشيتي زعما لا درا غير جوج سيمانات هذا مشيت لبيكين هذا فواياج كتمشي بيكين في 2012 نظن مشيت تما ما حملتش عرفتي ما حملتها علاش كنت مازال متخلف الصراحه شويه شينو 2012 ياك هي راه 2012 راه النواور على الدراري اللي مشاو لا هو كيمشي بحال دابا دابا فهمتي احسن من الاوروب من ناحيه تخلف انا مشيت لبيكين بيكين كانت شويه موسخه كان تلوت لواحد الدرجه ما يمكنش نمشي بحال دابا دابا قادو البلانشي شويه عرفتي واحد التلوت كنت حل الشرج ما تبانش لي العماره اللي قدامي ما تيبان والو العرجات حتى الشوا اكثر من العيد الكبير عرفتي تحل الابليكاسيون تقول لك اليوم ما تخرجش هادشي ما كاينش هادشي ما بقاش تقول لك اليوم ما تخرجش باش ما كاين لا شتا والو غير التلوت لا تلوت يقول لك تخرج تمرض واحد الدري عاقل عليه واحد النهار قال لك ما تخرجش هو كان باغي يرجع في الليل للدار عرفتي راه صدروا ليه الكامل واش يكحبوا دارو صدروا عرفتي يموت هما كانوا طاقين كانت البيك ديال لا ريفوليسيون ديال الاندستري ديالهم تلوت بزاف صافي هذيك انا جيت محامل جزائري كانوا تيطيبوا واحد الطوفو برا في الزنقه يخ داك الطوفو فيه واحد الريحه ياك تشو طوفو وكان تيدوي الباربيكيو فين في الزنقه بيكين دابا ماشي بحال اش اخويا الطوفو هذا اسمح لي قاطعتك بحال ريحه رجلي خانز بالله واحد قرب ديك اللحظه كاين دابا اللي عنده دابا منعوا الباربيكيو في الزنقه بسبب الطوفو خانز واحد قرب صغار بزاف اش غادي في الزنقه صاحبي جيت شم ديك الروايح راه ما يمكنش عرفتي واحد الدركه معانا صاحبي طلع لي الدم قال لي ما عمرني نجي لهاد البلاد لا انت ما عجبتكش ما عجبتنيش الصراحه ما حبيتش جوج سيمانات صعيبه دوز جوج سيمانات جوج سيمانات يلاه تتعقل مع داك الشوك انت ما عمرك خرجتي من المغرب سيرتو كاين هذيك الريحه الشينو فوالا مصطفى هضر في بودكاست في ستريم معايا هضر على الريحه الشينو انا نقول لك انا شميتها بزاف في بكين داك العام باش وصلت داك 2012 دخلت باكل بكين شنو دابا انا فهمت هذيك الريحه شنو هي من بعد ما فهمتيهاش انت هذيك ديال الكودرون مخلط مع شي حاجه تبنيه هما تيبنيو بزاف دير كلها تتبنى كل نهار كيبني انت باش تكون دايز من حدا شي عمار كاين لبني مشات تمشي ديك الريحه مجهده معلم كاينه راه هي هذيك راه الكودرون هذيك الريحه انا دابا دخلت ريحه الكودرون حيت باش كتوصل الكودرون سخون ديما ريحه معلم ريحه سخونه واحد ريحه الكودرون سخون شي ريحه سخونه دابا باش كتهبط ما كيضربكش ديك النسيم العليل فهمتي في المغرب دابا ويلي حنا راه هنا هو فوركير ما عند حتى شي واحد والله احسن بلاد واحد قرب في ناحيه الهواء فهمتي جات واحد اخرى ما نعرف نقدر ولكن في الهواء زوين دابا تما فاش دابا كازا تلوت كازا النواور تلوت كازا لا صاحبي شنو تلوت كازا البلايص اللي فيهم واحد الغبره كازا تهز راسك في السما تيبان لك السما زرقاء تيبان لك سحابه بيضاء ديك الساعه ما كانش هادشي هما اللي شنو كلهم تيقول لك السما سعداشكم عندكم السما زرقاء حيت هما عاوتاني يزيد عليها العماره طالعين بزاف ما تيبان والو صراحه ما كاين لا سما حتى شي ولكن دابا بداو كينقصوا شويه لا دابا باش مشيت انا اخر مره ما بقاو كاع تيهضروا على التلوت حتى لي زابليكاسيون كلشي اللي هو باغي احسن من باري دابا بديت نقلب تنقار مع باري داكشي ولا عادي صافي ولا داكور واش بداو كيستروا زينه تما ولا لا ولا تنقلبوا الافريقيا كيجيبوهم افريقيا هما عندهم شنو هما القوه ديالهم القوه ديالهم انهم تيتفرتشكوا في العالم دابا هما عندهم لي شينوا تيخدموا دابا مثلا شينوي جا للمغرب لقى شي حاجه زوينه في المغرب شنو اول حاجه غيدير غينصح صحابو وغيقول لهم تيدير فلوس راه كاين الهوته كاين الهوته كيقولوا كاين الهوته كان بحال مثلا حنا المغاربه تيقولك راه كاين الطريق على اليونان ديك الضريبه دابا حنا الضريبه ديالو هما تيقولك راه كاين الضريبه في برشين غير هما تيخدموا هما تيخدموا دابا ماشي يجي ماشي تيحاول يقول بالسيستم لا لا تيخدم لا تيقول شنو هو السيستم دخل معاه صافي تيدخل معاه تيولي يخدم غير هو دابا غير هو بزاف الناس تيقولك لي شنو فيهم هذه فيهم راه المغاربه اللي جاوا هذوك الاولاد اللي تي اوريونطيهم ما تيوريهمش لو بون شومان تيوريهم مثلا تيقول لهم راه دير هاد القضيه دير هاد القالب دير هادي وفي الاخر تيولي في مشاكل فهمتي ما داك لو شينوا راه عطيتيه الطريق ديالو من الديبار وريتيه الطريق مزيانه غيمشي في الطريق كمل ليا على شينوا شنو وصلتي ديك جوج سيمانات ما عجبتنيش ما عجبونيش صراحه ما حتى بنان باش يوصل دابا تكون يلا خارج جديد شي بلاد كما كانت خاصك واحد المده باش
باش تأقلم مع ديك البلاد باش تولي عزيزة عليك باش تولي تعجبك. صافي رجعت للمغرب قلت صافي يعني هادشي ما خدامش كنت في لافاك. صافي رجعت دوزيام اني كملت دوزيام اني ضربت تروازيام اني في لافاك في تروازيام اني ولات تعجبني الشينوا علاش حيت دوز لافاك حيت دوز لافاك 16 الكثار من ديك الريحه ولا نوا ورا السويسي هنايا مازال شويه واخا هكاك لا لافاك شويه لا تما عاوتاني اليونيفرسيتي دابا هنايا هنا اي حاجه خاصك فلوس بزاف خاصك معارف خاصك الشينوا تتمشي انت طويل كاين كاع لي زاكتيفيتي اللي تتخيل تمشي لليونيفرسيتي تتنشط كيما بغيتي تما بغيتي تلعب الجولف تتلعبو ب 100 درهم فهمتي اي حاجه تخيلتها تدير لي زاكتيفيتي تما رخاص الحياه لو لوكس ديال الحياه قريب. ماشي لوكس فهمتي يعني ما كتحسش براسك عندك نقص وما تكونش عندك واحد ما كتكونش محقور لا يعني مثلا غادي تخرج مثلا يكبروا بك شنو هما حتى داك لي شينوا اللي تيكونوا الطبقه الكادحه والطبقه المتوسطه والطبقه الراقيه تيقدروا يديروا غير هما كيختلفوا على شنو فين غيديروا مثلا كتلقى مثلا بغيتي دير هذه اللعيبه هذه غدير عندك الثمن ديالها غادي بغيتي تمشي دير هذه الاكتيفيتي عندك باش دير للوزير كاينين بزاف ديال الوزير تتحير والله تتحير والله كان عندك للوزير اكثر من القياس ولكن دابا الفيرست امبريشن قلتي ما عجباتكش ولكن شنو اللي خلاها تعجبك من بعد يعني شنو اللي خلاها بعد شنو اللي خلاك ترجع ليها دابا انا كنت صغير بزاف انا دابا ديك الساعه كانت يلا كملت 19 شنو هاد اللعيبه تطرا بزاف دراري دابا باش يمشيو دابا تتكون عندك واحد التصور نتاع الخارج واش تبغي داك التصور تلقاه باش توصل فهمتيني تتصدم تقول وايلي ماشي هادشي اللي كنت نتسنى كلشي بارفي صافي ملي ترجع للمغرب تتعرف الحياه الحقيقيه في المغرب صافي والله ما داكشي والله ما داكشي لهيه ولا هنا تتولي تما تتبان لك صراحه دوك عاود رجعتي رجعت انايا ريحت واحد كم خديت ليسونس 3 سنين صافي بغيت ندفع ماستر هنا ماكش باغي كاع نخرج بغيت ندفع ماستر هنا كذاك العام كنبدلوا القانون وليتي المهم كونكور تخربيق ما تقبلش حتى شي ماستر درت واحد ليسونس برو باش نحرش المهم اللي عنده ليسونس برو كتعرفوا لا ما خديتهاش ممكن ما خديتهاش دخلت فهمتي عاصر مونس مع الاجواء صافي هذيك منين في وسط هذيك ليسونس برو صافي خصني نمشي فحال شي بلاصه دفعت فرنسا دفعت للشينوا وفي الاخر الشينوا صدقات مشيت لبيجين لا شكرتها بيجين ما عنديش معها غالبا اللي تينزل في شي مدينه في الاول في الشينوا تولي تولي عزيزه عليه وكان العكس ما عجبتنيش مشيت لشنغهاي وبحال مشيت شينوا اخرى صافي من مور واحد 4 سنين واعره كاين ميد دار بزاف بنادم نقي بنادم داكشي زوين صاحبي بحال غادي نيويورك ما طراش لك بحال مصطفى باش مشي فين مشيتي في الاول باش مشيتي تبات اول مره تلاقيتي مع داك شنو داك الغاني واحد الغاني وكذا جيتي للدورم الدكتور لا انا في الدورم انا في الدورم ولكن الدورم شوف باش نشرح لك لا كاين غادي بول نعطي واحد الشرح بسيط دابا شرحوا شنو هو الدورم شونغاي دابا كتهضر على شونغاي بحال قلتي السيد مشى أقدر فهمتي انا مشيت النيمبو بحال قلتي مشيت تحيه الناس ديال زحيليقه لا مشيت هذيك الدار اللي زوينه زحيليقه زوينه واش عندكم غاني تيبول في لا وكان نجي كان حتى انا راه جو هذوك كاينين هذوك ما خطاو حتى شي بلاصه نيمبو دابا لافونتاج في المدن الصغيره تكون عندهم دور كبير تكون عندهم شنو هو الدوم والدورتوار في البيت علاش كتسمى حي جامعي انا راه رجلي كانت تقيس هذاك الافريقي اللي اون فاس معايا صغير شحال كيكون من واحد في البيت على حساب انا كنت في الشومبر ديال الجوج حيت ليسونس صافي انا وصلت تما كان معايا واحد من اذربيجان شاهرين هذوك تما هو فهمتي لاباس عليه كان اذربيجان ما دخلت درت ليه قلت ليه شوف قلت ليه ما تدخل لبنات ما تشربش هنايا شي ثقافه ديال المغرب لا ما كاينش لا شيشه لا حتى شي حاجه لا انا نشرح لك علاش دابا انا دبر راسي دير اللي بغا قلت لي ديرها برا ولا ديرها في اي بلاصه بالك حتى هو لا هو ما فهمش حتى هو صغير وعنده 17 لكن انت شنو اللي خلاك علاش قلتها ليه اذا كانت الشيشه غيولي فرعوا لي راسي غيولي سهرانين وانا باغي الناس معلم هذه اذا بقات يجيب بنات وداك الشيء يبقى يقول لي عافاك خويا تسنى فهمتيني دونك انا تنفكرها في الراحه ديالي باش نعس تدبر راسك دير اللي بغيتو من هاجي ومنطقه وحقك ياك عزيزي انا ما وصلتش لهاد الحوارات هذه انا دخلت قاشو بين الفراش خرج اصبر انا ولي نولي هذاك خونا من بعد بلتي فراش لا درت شي انا جاك الهضره المهم صافي داك الدري احترم الاختيارات جلس معايا صبر معايا واحد الشهر ما قدرش هو يخرج صافي خرجت عشت بوحدي داك العام بعدا احسن حاجه المشكله ملي عشت بوحدي ولفت نعيش بوحدي وانا ما مخلص والو انايا راه غير لابور بقيت حوايجك فوق ديك الناموسيه الاخرى هذيك لا روح شويه ديالك ديك الناموسيه هذا احساس واحد كترسم الكروه هو اللي رجعت للمغرب داك الصيف رجعت شهر ومشيت خرجت شهرين ومشيت مين حضروا
ياك ما مين حاشا لا يعيط عليا والله شقي الشهاده اللي عيط عليا دابا هو عيط ياك اقسم بالله شقي الصوت هو في الغربه هاد السيد هذا تحيه ليه النظره ليه دقيقه احسن قصه تسمع في حياتك صافي تشباسي عليه يديروا شي هاد السيد هذا اللي عيط ليا احسن قصه في حياتك ما الدري هذا ولد اسفي ياك مزوج وبناته كبار تيديروا الميديسين ولاو دي ميديسان ياك تكونوا تتفرجوا فينا وعنده ولد مستحيل وعنده ولد صغير ياك هذا كان خدام معايا كنت انا ديبانيت كنت خدام في واحد ديبو انا وياه خدمنا وكنا محنسرين وديما محنسرين هو ديما محنسر كشعر مني وتندبر عليه بقوي الرواج كذا دازت واحد العامين ما هضرناش ما تلاقينا ما والو كان خدام يعني كيتسخر كيك تيدير كلشي لشي شركه عيط عليه واحد النهار ابي الفيديو لقيت شوف نيويورك اقسم بالله العظيم كدنا وانا عرفت عيط عليه لقيت شوف نيويورك خدام في نيويورك هذا السي عبد الغني الغنبوري تحيه ليك عنده شي كذا 60 واقيلا راه كملات اش كيدير تيضرب بارفيكس بيد وحده راه كبير والله شي نهار عندي فيديوهات ديال واش نهار ملينا اخي ديالي ولفتي بوحدك ولفت بوحدي صافي ما يمكنش يجي عندك شي واحد يخليك الكروه ما يمكنش من بعد يولي ويجيو ولا دابا مثلا العام بديت العام الاخر ممكن يدخلوا لي شي واحد تفرج مع وصلت لقيت الباجاج محطوط في البيت جا شي واحد جا شي واحد تندير بحال هكا شفت التيكيه ديال اللي مازال لاصقه في الباليزه باش نشوف لا بنت لي بلاصه لاسكال بنت لي لاسكال في الصومال ولا شي لعيبه بحال هكا يعني باين المعنى ناري على مصيبه صافي قلت شنو الصومال زعما جاي من السويد يمكن الصومال جاي من زامبيا ما عندوش منين يجي ماكسيموم مصر زعما ما عرفت حتى مصر ما يمكنش مصر ما يمكنش ينزل ويطلع راه شوف هذاك يبقى طالعين تيبقى طالعين صافي هي هذيك بقيت نتسنى ما عرفتش افريقيا والو انا زعما حتى راك تكون صغير ما عرفتش كاع يقول لك مثلا النيجر مع بوركينا فاسو ما تفهم والو المهم صافي هذيك وي وانا وي خرج لي واحد خونا طويل طلع راه عاش كيبان ليا من النيجر عرفتي ما تور ما عرفتش عرفتي بحال هذوك اللي تكونوا مرتزقه ديال القذافي يا ربي راه ما كاين العنصريه لا والو ولكن راه تخيل اللقطه كي دايره هذاك تكون ضاربين تري ولكن فهمتي بحال بحال علاقه جاسيفي بلا تري جاسيفي ضريف واخا هكا لا عمر هذا تقول باش ما نش عنصري لا فهمتي بقيت مشوكي واحد شويه تنقول زعما شنو الخطوه الجايه ليش كت لا ما وحلتش لي انا ندخل ما عندك ما دير انستالا جا قبل مني بشي ايام لا ما بقاش نخرجو ما يمكنش نخرجو وكان كيفاش زعما قالك الهجم يموت سرع لا ماشي حتى على داكشي واخا يكون مع شنو دابا نجيكم من بعد راه خرجنا المانيين ولكن هو دابا خرج ولا ما خرج لا ما خرجش هذا ضرب اصبر ضرب معايا العام لا واخا هكاك ضرب معايا العام وانا ما حاملش ماشي علاش ما حامش طلع العقل ديال الصغر شكي هذا واحد الحاجه كتبرزات مع ولفت بوحدي ملي كتكون جالس بوحدك تبقى واحد الاسباس انتيم ديال يعني انت وربي اللي عالم باش تكون واحد الله تمر تعرى باش انت تعرى من حقك هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين يجي واحد ما غاديش تعرى فهمتي تخنقش المهم تخنقش وبنادم معاه عرفتي دابا تولي بحال انت كنتي جالس بحال دابا بيلاه بحال بيلاه جالس بوحدو بحال انا وياك تبقاو جالسين داخلين معاه ديما داخل لا داك الشيء مولف هاني دابا هو بحال شي واحد زاد معاه تما وهذه هي الصعوبه فهمتي بحال شي جلس عنده فهمتي ما تدخلش عندي انا انتردي انا قلت دوز معاك وما شريتش عليه خلينا نكملوا شنو يدير خرم لينا والله لا هو في الاول دابا حتى ما تيجيو بواحد العداسه ديالهم بواحد الحماق هو باش دخل هو دخل مستعد بانني غنكون عنصري معاه حتى هو داخل بواحد العقليه اخرى داخل بعقلية اخرى صافي ضرب معايا واحد شويه بدا تيدير لي شي لعيبات في شكل واحد النهار داخل انا بحال هكا كانت عندي واحد الراكيطه تلعب تنس كانت عندي واحد الراكيطه الراكيطه شي راه غاليه نورمال معلقه تمشي نتريني دخلت ما لقيتهاش بقيت جالس نتسنى جاي عندي سميتو ادامو جاي ها جاي بحال فيديرير داخل وعلقها زعما بدا تيبين لك هذيك تسمى الاحتيال قال لي راه بغيت تلعب ولا لعب اخويا بيدك راه يدك بحال الراكيطه هذا اول كلاش بيني وبينه قلت ليه شكون قال لك هزه بعدا هو فرحان قلت ليه شكون قال لك هزه قال لي لا راه غير هزيتها راه بحال الكالسون هذاك صافي هو يتقرص شويه فهمتي كل شيء يحسبوا عنصريه لي ليميت كل شيء يحسبوا عنصريه صافي يغضب واحد يومين ثلاث ايام هانيه المشكل هو انه كان تيوسخ تكون اخويا ادام واخويا ما تبقاش تبول لينا على ديك اللعيبه تيغسل الوليد هذا تيبول اصاحبي على ديك اللعيبه ماشي يغسلهاش ماشي يهزهاش ما هزها ولا جلس ودبر راسك المهم ما تبولش عليها ماشي ولا البول فهمتي داك الشيء الزواق ما كاينش هذيك اللعيبه ادامو عرفتي ادامو عرفتي لا المره الاولى هز الرشاش ضرب بالماسخون
قال له عاوتاني نص القصه نص القصه نص القصه وقرويد واحد نهار طلع لي الدم وانا نهز واحد واحد الماركور كحل وانا كتبت ليه طواريد الجليجه ادامو هز ديك اللعيبه فرونسي صافي هذيك خرج ضرب الدور رجعت ما لقيتش لقيت وهرسها لا ماشي هذيك اللي ما لقيتها هذيك اللي جلس عليها هرسها ماشي هذه هرسها ولا حاجه ما في الطواليت انا فهمتي بانت لي بغيت نضربها حتى انا نهرس الشرجمه ولا من هذاك الدوش خرج من الدوش شديت لاخي بغربي صافي بقيت نفكر قلت هادشي ما خدامش وانا شنو درت ضربتها بالماء سخون شديتها وخبيتها في بلاكار وسديت عليها وليت ما تبغيش الطواليت نهزها ولا ديالي صافي نستعملها ولينا انا وادامو بخير يعني. وانت من الاول حلول حلول ادامو ادامو كيدير كلشي واقف واقيله باينه عرفت ياك ادامو لا الثانيه نمبر 2 واش دابا ادامو هذا هذا راه ممكن يولي مليونير حيت كانت عنده واحد الشينويه ما يمكنش دابا النهار كله هو شناهو هو تيتفرج في ذوك المسلسلات بحال سامحيني بالشينويه حتى دوك ديالهم ديال الدراما ديال الشينوا ديك العياني ديك الدراما التمثالي كتسمع بوطون خوال اوريجينال اوريجينال تطلع جالس باركو جالس المهم كاع لي بوزيسيون النهار كله تتفرج مسلسلات تيضرب التليفون مع شي بانكا ولا شي حاجه ما عمرهم تيثيقوا بانه ماشي شينوي تيحسب لهم شينوي مشكلته تيقنع خصو يقنع الاخر بانه راه ماشي شينوي تقول لي ادامو سير الايو سير خدمه صاحبي السلعه كذا ما كاينش ما ميغي ما داير والو نهار كله مريح ما كانش عندي الشينويه وخدام تنخلي فلوس ادامو بغى يبقى عيب ولا فخر هذاك الشيء اللي كاين ما داير والو صافي ولكن في الاخر تطلاق ما كانش سيفطوا لي الماكله الناس داك الشيء داك الشيء دوك لي كوميرسون التمر تنقسموا معاه التمر صافي ارتاح ارتاح العام اللي موراه يخرج لي واحد البورس هو مزيانه خرجوا قالوا ليه تريح بوحدك في الشومبر المهم انا خرج من عندك صافي انا تنقول صافي دابا غندير جميع الوسائل باش تحت ما يعاود يدخل رجع اللعيبه حطها بلاصه مابقاش كدير مابقاش كدير بلاكار حطها بقى اقرب بلاصه حدا فخر الدين ولا الباب ديالو اونفاس مع الباب ديالو لا سير اخويا ادم واسير اسير سير قال لي قال لي الله الا كنت غلط عاد بقى نشرح لي الباب كيفاش كنت راه صحيح اسير صافي انت ما غلطش اسير ولا ادم احسن مني عطاه شومبر دوبل زعما الفراش كبير ما نجي داكشي مهلي صافي وانا قال كيجيبوا لي شي واحد تنتسنى عشان تنتسنى ديك بحال شي ضربه تجيني جالس بوحدي وتنقول هاد الحياه هاد الحياه ما فهمتي دابا زوينه ولكن ما غاتبقاش زوينه بحال هكا تنتسنى 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 انت راك عندك السعاده ولكن ما قادرش تسعد ما يمكنش تفرح بها ما يمكنش تفرح بها ما يمكنش تجلس انت سعيد علاش واحد تابع الموت فهمتي تقول راه انا مريض راه قربت نسير بانيك بانيك ولكن بلاتي هذا اللي يجيبوا لك واش ضروري خصو يكون دري ما يمكنش مره ضروري داكشي اللي كنفكر فيه اشيره بنغلاديشيه هذيك الدات كذلك ما كاينش بنات ما كاينش بنات دارت فيه قواتني قواتني شدتني قواتني والله منحة والله لا انا ما مخلص انا ما مخلص بعد حتى شي حاجه نبيعها في البودكاست ديالي مريع وانا تاع الحوايج مويد عندك سكويد كيش كداير في الجامعه والله حتى حطها ناضيه صاحبي انا شو زوين بين خطا ال خط ال خط ديال بين خطا يلا خرجتني دابا شوف سي بلال بعدا باش نكونوا واقعيين اقسم بالله العظيم والله حطها ناضيه لا حطها ناضيه والله لا والله انا باش 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 بلال تيضرب الحطه ديال ديال الصوار قلت بلال خصك شتي كيفاش يتقاد ناضي شتي كيفاش يتقاد والله ناضي علاش شوف شعيشوا حيت اولا بلال بلال ماشي انسان طبيعي ماشي انسان عادي سوبيريور واحد الرب من جنس الله المختار اقسم بالله هادشي باش كتعرف الانسان تيكون بجنس الله المختار هكا هكا هادي ديك خايبينه والله حتى خويا شي تريك ويدا ناضي والله شي زوين والله ولكن انا عندي واحد ملاحظه واحد الرب وما استاذ زيد هذا لا ملاحظه سي فكرتين من اكثر الناس اللي شفتهم طبيعيين في حياتهم علاش وديتي ديك اللعيبه ديال بحال هكا ما دارهاش واه ممكن علاش علاش ما كيتسمى هذا جمال طبيعي رباني تحياتي تحياتي لولاد سلا جاب ثلاثه ولاد سلا هذا هو الاحسن حاجه سلا هذا راه عشان من فوقاش حنا تنتعارفوا بيدان راه منين كان عادي تلبس طاب ليا شي بيه كان بيدان كان بيدان راه كان صغير كان شي طير ضربت واحد الضريبه هنايا راه هذيك الضربه انا اللي ضربته كنا هذا راه دري واحد الدري تنقلب عليه كنقرا معايا في ابتدائي بلا ما نقول سميتو ايمن واخبرها صاحبي قرا معايا في ابتدائي بغينا نلقاه ولي ضربني هنايا اذا شتيني عافاك صيفط لي ميساج هذه ضربه شي ضربه انا اللي ضربته لقاني لقاني في طوبيس في الخامس دابا البودكاست صافي ترون في الخامس في الخامس مختفون مختفون ديال التفاح كنت نجري هو راه عاقل علاش كنت نجري واحد خليها سامي يكمل انت عاقل علاش كنت نجري ما عرفتش تكون عاقل
ودفعتيني وانفجر الدم المهم بغيت نلقاك دابا والله ما يدير معك شي حاجه حبيبي والله ما يدير معك شي حاجه الدري ضريف الله يكون الدري ضريف مونتان بيني كومونتير راه تبيني بالله صغير واش هذا عطيه غير المدرسه قرا معي في امانه امانه فصل امانه حتى سبطال قريت في الحفره كلكم سبطال الحفره انفاس معاك كمل لي بغيت كتسنى الضربه القاضيه اه الضربه القاضيه هي ضربت شهر ويجي واحد الليله يطلع عندي ديك الاي واحد وحده تكون مكلفه لتحت اي اي هما بزاف تكونوا مكلفين هي بحال تصيفطوا لك العمل الشاقه تدير الميناج تدير كلشي صافي دقات عليا بحال هكا واش تقول لي اوجد قالت لي راه داك الفراش الثاني في حوايج قالت لي اجمعوا داكشي راه جاي شي واحد ويلي غير الزهر ديالي طلع لي الدم ولكن الزهر ديالي لي واحد الروسي سميتو روسلان روسي مسلم شد دخلوا دغيا السنت صاحب خبيب خبيب قال لي حتى مشات هو يقول لي شوف شوف غير ما عندهاش الحق قلت لي كيفاش قال لي ها سير جبد ديك كونطرا اللي داخل سنيتي على النهار الاول ونوريك صافي مشيت جبد ديك كونطرا قال لي ها انت دايرين هنايا ما عندهمش الحق يخرجوا شي واحد من الشومبر ديالو في وسط القرايه ولكن انت ما عندكش حق ترفضو دونك شنو خصك دير خصك تقنعو تقنعو نلقاه ونقنعو بانه ما يجيش عندي يقول لها لا يقول لها ما نخرجش من الشومبر ديالي فهمتيني دابا كيفاش ما تقدرش فهمني فهمني دابا الكونطرا شنو مكتوب فيها انا هي ما تخرجنيش من البيت ولكن انت بنادم غير يتزاد ماشي غادي يخرج ولكن اللي يدخل انا ما بقاش نقول له لا ما تدخلش ولكن حتى هو داك اللي هيتزاد راه جايبها من شومبر اخرى لان بادي القرايه اه اوكي اوكي فهمتيني هما باغيين يخشيو جوج في شومبر اخويا شومبر باش يكريو راه جاب واحد فهمتيني شنو باغيين يديروا صافي قلت له هذه فكره مزيانه هذه صافي هي هذيك قلت له صافي ماشي مشكل جيبي اللي بغيتي تجيبي جيبي شنو باش بدات ليا بدات ليا بواحد من ماشي فينيزويلا ولا شي حاجه وكان داك الدري كان الوان ما كانش ينتظروها حتى دخل واحد الدخله فهمتي توحي على كل شيء فهمتي ما صافي ما كاينش شي دخل مارشاليه داخل الاوراق التعريفيه فهمتي ما يكونش مجال للشك قلت ليه بقيت نشوف فيه بحال هكا الدري يمشي لنا صاحبي هذا كيتخلى بحال هكا وانا قلت لك حتى شوف لا حول ولا قوه الا بالله مع احترامي لجميع الناس لا حنا كنحترموا الناس هما يحترمونا شويه قلت ليه خويا درت لي داك ليه لا بحال هكا قلت ليه لا لا قلت ليه سير بحال صافي هو بحال بقى فيه الحال وفهمني علاش قلت ليه انا راه ام مسلم قلت ليه هذيك ام مسلم تتسلك قلت ليه ام مسلم واش نتخيل ام مسلم ديما قدام الله ما يمكنش يا جلس معاها صاحبي تما راه قلت لك قبيله راه رجلك تتقاسر رجلي ديال النجاسه صافي هذيك ما حملتش انا هذيك صافي قلت ليه اسير في حالك صافي الاخرى ما فهمات والو هو ملي قلت لي سير في حالك هو قال الاخرى ما بقيتش باغا معاها دونك حنا غادي في القانون المشكل هو علاش جاي اصلا انا عاد فهمت هو كان جالس معاه في الشومبر واحد منغولي صحيح كيفاش منغولي من منغوليا صاحبني منغولي صاحبني منغولي باغي شي قصه شي منغوليا قال اليوم ندبر على الكونتوني قال ناري صافي تخشاو الوان مع تريزومي قال اليوم مخرج كيفاش يديروا ليها سكوب صافي هي هذيك ما عقلش عليه المنغولي والله ما عقل عليه صافي هي هذيك هذاك المنغولي عشي العكس ديال الاخرين عنده واحد التستوستيرون طالعه بزاف راه من جانكيز خان راه قال لك كلشي عنده واحد الذره من ادي ان ديال جانكيز خان شوف هما دكاله ديال اسيا فاجين صافي هي هذيك صافي هو شنو مشكلته هذاك الاخر اللي معاه كان صد عليه راسه ديما تيضحك مع واحد المكسيكيه وتيجري وصدع الراس خونا فهمتي طلع عليه الاخر في راسه صافي مرضوا صاحبي لا علاقه بجوج صافي هي ديك تخاصموا ولا اخر بغى يمشي لشومبر اخرى هادشي اللي كاين ملي طلع هذا اللي جريت عليه هذيك الاي بغات طلع تقنع الاخر المنغولي هبط عندي ناري غتولي في مشاكل كبيره لا دابا انا ماشي مشكل دابا يحيد عليا بعدا داك الاخر بعدا صافي واحد الشويه ما عقلتش شحال الايام جات هادشي رفع على الراس بيناتهم دقان 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 عرفتي راه كاين بزاف ديال سيلمو كاين بزاف ديال الديراجمون راه سجل واحد اللقطه من هادشي تتحطها راه عندي فواحد الفلوق ديال الدقان ومدير زاد صافي هي هذيك المهم انا يسد الباب ما تنجاوبش طق 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 ما عندهم حق يحلوا عندهم السوار تدق دق 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 حيت تبان لي شحال تندخل للدوش دغيا دغيا وتنطلقوا ولا تندير شي فوطه المهم تندير شي حاجه باش تبقى نغوت صافي هي هذيك جابت لي داك المونغولي في الاخر دخل عندي هذيك الفيديو سجلتها بالتخبيه وما عرفتش شنو كاين صافي قلت لها انت بقاي برا سديت الباب ريح قلت لي دابا نتوما نيت هاد اللعيبه رجعت لجين كيسخان قلت لي شي داك صور الصين العظيم قلت لي على متبنا
قلت لي عليكم نتوما كنتو تدخلوا على هادو تدرموا عليهم وداكشي وكانوا تيخافوا منكم وداكشي قلت لي نتوما معروفين صحاح معروفين كذا قلت لي تخلي شي نويت بقات مانيبيلي فيك بحال هكا قال قلت لي راه ما قلت لي زعما ما بلان ما والو قلت لي راه باغا تقول بكره باغينا يضربوا فلوس على ظهرك باغين تعجب عمرتو 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 مزيان وحليت الباب خرج الله تخرج بحال هكا خرج عندها خرج عندها تسمع ديك الموسيقى اللي كانت تطلق في الحروف صافي قال لي لا قال لي تقول بي ابغى صافي بقاو تتناوشوا صافي طلعوا ما فهمتش والو ما عرفاتش شنو درت ليه صافي طلع طلعوا صافي فهمتني بانني تن كتشعر من جيتي صافي هي جلست جلست واحد شويه عشان الدقان دقان دقان حتى واحد النهار بقات تدق 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 واحد اللقطه حليت الباب وانا بقيت ندير الدراسه الله الله مسكينه بقات شي بحال الروبو حيت عطاها عطاها الامر ماشي الدق تدق ما تفهمش ما بقاش فيا مسكينه حيت كنت انا وبديك اي غادي نطلع وندوز واحد الباب نقول لهم راه ما دار معايا والو ما بقاش نكثر عليك فهمتيني واحد الباب حفظ هادشي هي لا يخصد واخا ما تربحش ولا مسكينه بقات فيا ولكن فهمتش ما كاينش هو اكثر حاجه درتيها لشي واحد باش يخرج اكثر البول ديال ها اللي تجري على شي واحد هو البول فوق الفراش ديال خونا ولكن صبر نكمل لك القصه راه مازال ما سالاتش هذا الطريقه لقيت بلي ولكن هذا كيعيش هذا كيعيش في العذاب هذاك فهمتني انا راه كنت باغي نعيش الرفاهيه ونجري على بنادم داكشي اللي فيه صافي هي مشات عند واحد خونا واخا مازال ما عارفش بلان مزيان مشات عند واحد خونا معايا في ليطاج واحد الماتش من اين دوله شي دوله غابره في افريقيا مشات وكبير فلاش شويه غادي 40 مشات عنده قالت لي راه خصك تحول كان بوحدو قالت لي تمشي هو مسكين هو هذا باين مسكين ما عندوش كذا وخايف على لابورس ديالو قال صافي ماشي مشكل صافي قالت لي راه يجي عندك قلت له فين هو قالت لي راه الصومبر ديالو قلت له صافي واخا ماشي مشكل صافي هي ديك هبطات وانا نمشي عنده عاوتاني مشيت عنده قلت ليه فلان قلت ليه راه انت مريح في شومبر بوحدك وانا مريح في شومبر بوحدي هادشي تزاحمني وانا زاحمك قلت ليه وانا ما فهمتش ما نعيشوش مزيان قال لي لا راه عندي سكولارشيب حيدوها عليا فهمتي بقيتي تخلع قلت ليه شوف قلت ليه انت ها القانون هكذا مكتوب هنايا ولكن مسكين راك عارف ديك الدول ما والو الخلع قال القايد الخلع 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 صافي هي هذيك قلت ليه شوف قلت ليه شتي الا جيتي عندي قلت ليه لا حتى واحد فينا ما يبقى يناس قلت لي حتى واحد فينا ما يبقى يدخل الطواليت حتى واحد قلت لي صافي راه متحرك قلت لي قلت لي ما تبقاش الحياه قلت لي ما تبقاش الحياه قلت لي قلت لي انت دابا مريح مرتاح ما كاين حتى شي مشكل اجي عندي صافي غدير راسك حمق لا دابا هو شنو انا علاش قلت انا علاش قلت لا لا انا علاش قلتها لي حيت دابا هو خايف غير خايف الخوف خاصو شي حاجه يخاف منها اكثر من داكشي اللي خايف منه زيد خلع زيد صافي وهذه التكنيك زوينه خايف وزيد مازال ما ساليناش ترى جميع الانواع تيجيو صافي هي هذيك مشى بحال هكا غبرات عليا صافي ما بقاش الدراري مقامين تحول فداك فداك الاخر دبر لك شي متحول لا ولكن وقتاش تحول بنادم عندها الحق عندها الحق في بديل العام يجي شي واحد يجي يدخلو مع ديك الشكل ديال هذيك ضربك بالقانون بالقانون انا بقيت نتسنى ديك الضربه هذا داك العام الاخر كان عندي انايا تما في القرايه صافي داك في البديه ديال داك السيمستر دخلت واحد النهار الشومبر بانت لي مبدله شي شويه بان لي شي الحوايج محركين كاين شي وانا حسيت بشي واحد جاي صافي هي هذيك شويه ويجي عندي ويقول لي يا جماعه هاد الحوايج راه واحد خونا راه جاي من بلادو وغيدخل معاك للشومبر انا شنو فهمت بان لي حوايج تحركوا شي ايام قبل ومن بعد جات عندي قلت هاد خونا راه جا كاين هنايا وعنده شومبر فهمتيني ومنين جا بان لي الحوايج داكشي قال لها تيجمع حوايجه صافي هي قلت صافي ماشي مشكل دابا داك الاي تيتبدلوا حيت بقى 24 ساعه 24 ساعه كانت فيه وحده مكلخه بزاف صافي قلت خليتها تجي ديك المكلخه تكلخ عليها صافي هي اللي جات لقيت هذا مكلخه في الليل ومش عندك لها تعرفي ديك الايد الصباح راه هذاك الدري راه بغى يطلع شي حوايج ديالو داك اللي جا ديال الشومبر ديالي عطاني عطاني الشومبر رقم الشومبر وي تعطيني رقم الشومبر ديالو قلت لها منين قالت لي من الالمان صافي هذيك انا طلع عنده لا هزيت بعدا الورقه اللي فيها القانون قلت الالمان يكون القانون وداك صافي مشيت عنده دقيت عليه حسب لي جاب لي الدونتي فري هالو هالو فيغيتس واش الفيديو والله حتى كاينه الفيديو راه كاينه فلاشين صافي هي هذيك مشيت عنده قلت ليه شوف قلت ليه راه شنو هي شرحت ليه داكشي كامل قلت ليه راه باغا تخرجك انت مريح دابا في الشومبر يبغى يدخل ما تبقاش تخرجو اذا شداتو نيشان دخلاتو هاني داكشي اللي كاين صافي هي هذيك مشيت عنده قنعتو قال لي شوف قال لي راه تبقى تغوات وداكشي قال لي عافاك غير ما عرفتش كيفاش ندير معاك قلت ليه شوف نجي عندك صوني عليا ابل صافي قلت ليه تجي عندك صوني عليا ابل صافي طلعت جات عنده تدق عليه هو صوني عليا وانا هبطت نجري قبل ما تطلعوا بحوايجه وداكشي والكماله ديال داكشي راك عندي في واحد الفلوكس تخليه صافي والله كيدل على انك لا تاتي
السلم ليجي السلم بالتمني بل بالمكافحه والله حتى الحرب راسي هادشي داز شهور هذيك الشومبر ديالو راه كافحاله وشي استاهله وانا كنت بلاصه الاي انا كتب عليها فخر الدين وما بقيت خرج شي واحد عاديش داروا لي عاديش داروا لي النهار اللي كنت غادي 12 0 0 قلت لي خرج قال لي 12 0 0 روبو ما فاش هذا فاش ديال 12 0 0 0 والله ما وصل معك 0 1 0 لا زائد الحقد اللي كان فيه حيت بصح حقدات عليا ديال بصح ولكن دابا انت فهاد شنو الفرق ما بين هاد الحي الجامعي وما بين بحال قلتي العماره كنت كانوا كانوا ساكنين فيها الدراري عندك نكمل لك انا باش انا ما كنتش في الحي الجامعي انا مشيت للحي الجامعي بلوك دي دابا كاين عرفت انا عرفت هذاك النيمبو فهي ب 6000 كوا هي ب 6000 ريال في العام 6000 ريال في العام انا مشيت ردوا لي فلوسي انا ردوا لي فلوسي عرفت الاشمنت 14000 ياك بس يقول 20 هذيك ما كنمشيش ليها ما كنعرفوش كاع فين جا واش نعرفو فين جا كاع هذيك اخويا ديال باش ردوا لي فلوسي الجامعه الصابه تخيل باش كيردوا لك فلوس كتشد الفلوس ديالك في يدك وما عارفش اش غدير بهم خرج بغيت نقلب على الكرا ما عرفتش واش نكري ولا ناكل شي 18 و500 ردوا لي 6000 ريال ديالي اه ديال الكرا اللي عطيتيها مازال وصلناش دابا لابور هذيك موضوع واحد اخر هذاك ديال باش ما عرفتش نرابور عطاني 6000 ما عرفتش ندير بها واش نقدم واش ناكل واش ندير والو صافي شديتها وكنخمم مشيت انا واحد الدري ممكن انا مابقينا كندور وكندور وصلت عند خويا يونس من تما وليت ساكن في واحد العماره عماره وفيها بحال تقول دابا واحد المغربي كريتي برا اه كريت برا دابا ديك العماره بحال تقول واحد المغربي كرا وليت نصح صحاب ولا كريا هو كنسميوه بات سوزان وبد مول ديك العماره حيت سوزان هي بنتو وديك الاخرى سميتو بالشينوي ما عارفينهاش بات سوزان بات سوزان فين تبان هاد الاي ديالك بات سوزان شي الا كان شي واحد يكون يستاهل الكلمه ديال لاندلورد لاندلورد اللي كيستاهل هاد لاندلورد في العالم هو بات سوزان حيت اش محارب عنده ديما واحد القفل ديال السوارت الا كان ديك العماره فيها شي 50 ابارتمون عنده كلشي عنده 50 قفل 50 ساروت شنا والله تخدموا مني وما تلقاها هازهم هنا ديما هنا العماره ديالو عمارة ديال بنتو واقيلا هو بات سوزان لاباس على بنتو هو واو شوف واو ساكن معانا حنا ساكنين في استوديو حتى هو استوديو هو مرتو امه وواحد الوليد ما عرفتش واش ولد بنتو ولا ما عرفتش من كيدور داك الوليد ديما تيدور هذاك الولد ما كيدير والو حتى يدور على عينها صغير وشي دري صغير دابا شنو نورمال هذوك شنو تيدير دابا بنتو ولده دابا الجدود تيقابلهم الجدود كيفاش البلان ديال السروال كيفاش البلان ديال السروال هذاك في شنو دابا الدراري الصغار هذه الملاحظه اغرب ملاحظه حنا كانوا كيخنقونا شوف دابا لا كرياتيفيتي ديال الشينوا حنا كانوا تيديروا لنا ليكوش كتبقى تخرج ليكوش مخنوق كل شيء دابا هما لا هما اللي الشينوا اختاروا واحد السروال ها انت سروال ديال راكا ولا سلسله سروال بسلسله حنا اللي بعدا كنت كنشوف فيه كاينين حتى جوج صدفات حلوه شوف سروال سروال فيه لا صدفه لا جوج صدفات سروال متقوب من محلول من هنا من لتحت فهمتي يعني فاش كتجلس كيولي محلول الا درتي ديك البوزيسيون داك كيتحل اوتوماتيكمون فهمتي كتطلب كيت ستار كيدير ستار كيتحل فهمتي فهمت هو السروال ديال راكا هنا محلول فاش كتجلس راه كيتحل دونك الدراري كي كتكون غادي تاتا كيجلس كيخرج يدير البزوان ديالو لقيت كنكون غادي سيرتو حيت نيمبو فهمتي كيكون غادي تاتا بالك جلس ناض كمل الطريق فهمتي هذه اول اختراع شفت بلي شي واش واخاش كيحيدوا لهم داك السروال ولا كيبقاو لهم تاتا الناس كبار لا تيشكي تيوعى تما كيولي عارف بلي خصو يمشي يدير البزوان ديالو راسه وهذاك بات سوزان هذاك مالو كتشوفوا السروال لا هذاك بات سوزان شنو كندير كان بات سوزان عنده واحد التكنيك ديال كيفاش يخرجك الا ما خلصتيش ليه ما يهضرش معاك هو في هذيك خلصني حتى كتخلص ماشي كانت عنده لا تكنيك ديال الا بغى يجري عليك كيفاش كيجري عليك تيدير لك الحصار يعني كيمشي كيقطع وتحيه الله يفك صراح خوتنا مساكن اللي هو الظالمين كان شنو تيدير كان تيمشي كيقطع الضو والماء كيقطع الضو والماء على اي واحد ما خلصليش الكره نهار واحد في الشهر واحد نهار واحد وانا عنده الصح الا ما خلصتيش ليا الماء الا ما خلصتيش ليا الكره كنبدا معاك بالاجراء الاول تنبيه قبل من النهار ديال لا شيونس نهار ديال لا شيونس كنجي ما كاين التنبيه الاول كنقطع لك الماء والضو فاش كنتي قطعنا الماء والضو حنا كنا مغاربه بزاف ديك العماره اش كان تيدير بدا كيجي عند الاخر كان خويا خليفه الله يذكره بخير كان تيمشي من الشومبر ديالو تيجي تيشارجي التليفون ديالو عندي تيشرب الماء ديالو عندي كيبغي ناس كيمشي ناس عنده فهمتي المهم تيكيدبر في الفلوس باش يخلص بات سوزان وكان شي واحد الا مثلا إذا كان مثلا كثر عليه بات سوزان من الهضره تيحط حوايجو تما في ديك الدار تيمشي يقلب شي واحد صاحبو يبات معاه فهمتي هو خسر الحوايج محطوطين حيت كانوا غادي الاستوديو غير بيوت صغيورين كان واحد النهار واحد السيد صاحبي شي عرفو 8 متر من بي مزيان الاستوديو واعر مزيان شوف الاستوديو واعر لاكليم شنو هي عرفو 8 متر شي 2500 درهم مزيان ثمن زوين ثمن مزيان وكانوا شنو كانوا تيديروا
كان واحد السيد كان صاحبي ما كانش كيخلص الكره كان بحال تقول دايره بلاكار ديك الدار بغيتو نديرها ستوريج يعني فيها حوايج ومسائل ما تيبانش فيها وما حنا مغاربه كنتشابوا وما كيعرفش شكون هو داك حتى هما عندهم ديك لعيبه ما كيعرفوناش كيما حنا ما كنعرفوهمش اللي ما عندوش التجربه اللي ما مخالطش مع اللي ما مخالطش مع الاجانب دابا سوزان واحد النهار دار التحريات ديالو باش يعرف داك السيد فين هو حيت ديما كاين الحركه ديالو ولكن فين هو عمارة كبيره شحال عمارة كبيره كبيره كانت عمارة كبيره واش دار با سوزان واحد النهار المهم انا ما غاديش نعرف نقولك شنو دار ولكن نقولك شنو دار من بعد كنا واحد النهار جا السيد عندي قال لي مصطفى كي داير باش معاك هذه الليله هذه كما العاده باش حنا ناعسين المهم انا راه كن نو جاي زعما ولكن راه كان عندنا فراش واحد كان عندنا فراش واحد وحنا كنعسوا فهمت جام دي باني الحراقه ناس انا وناس خويا العزيز هو ناس شويه كنسمع المواضيع اللي تعجبني كنسمع بوك 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 في الباب ما فهمتش انا الباب مالك كدق وانا ما عندي حتى شي مشكل ناس شويه تيدخل بات سوزان تيجرو من رجليه حق الله تيجرو من رجليه الاخر ناس ما فهمش شويه تيدير ديشي تيركل وتيقول لي سير بعد مني سير ديشي يركل فيه تيقول لي سير بعد مني هذا انا فهمت بلي وراه هذا شنو دار بات سوزان مشى جلس واحد النهار شوف خصص ليه نهار ديالو قلب كاميرا بقى قابل الكاميرا حتى شاف شكون اللي كيدخل وشكون هي الدار اللي كيدخلوا ليها جوج ماشي واحد فهمتي هو يتحرى هو يجي عنده واش نق عليه والاخر تيركل فيه برجلو وصحابك خلصوا والله ما خلصوا تبشوا قال ليه المهم دار لي جوجل ترادكسيون قال لي راه انا كنتسنى شي فلوس غتوصلني غدا ان شاء الله بقى عايش مع بنت جرجير هذه واحد المده لح لي حوايجو من برا فهمتي وصل معها صافي وصل معها الاخر ديال اوكي دابا المشكل دابا انا باش مشيت مؤخرا الدراري بغيت نقلب لهم على الكره مشيت لهذاك الفيلاج لا الفيلاج بحال قلتي واخ بلاصه خايبه فيلاج صافي مشيت عند واحد اختنا حتى هي لاند لوردا لاند لوردا ناضي قلت لها بغينا نكريو قلت لي واخا بشحال قالت لي شكون قلت لها مغاربه قالت لي لا تي مغاربه المغاربه تما شويه صراحه مؤخرا هما ماشي كلشي ولكن كاين واحد النوع ديال الناس كاينين مين بونين بوا صاحبي كاينين واحد لي بيرو من غير منحه اش كيديروا تيبقاو يجمعوا الناس كيديروا كوليكت شي كوليكت اوم بقى يشوفوا الناس غير فلوس فين بغيت تمشي ما عندك حتى شي نيمبو ما فهمتش انا دوك الناس فين تلقاهم اصلا شوف انا عطاك واحد الميت عطاك واحد السيد تلاقيته في نيمبو تحيه لك اخويا انا سميت ما عنديش مشكل حتى اخويا عبد الكريم فهمتي واحد النهار كنت غادي شوف السيد والله اذا كنت غادي كنت سارة ويبان لي واحد الراجل ماشي دري راجل ما تكون عنده شي 40 عام مسكين وما عرفتش فين هو تلاقيت خويا عبد الكريم صحيح واه كنت مشى طران 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 فين كنت مشى تلاقيت بواحد الصومالي معاه واحد السيد شادو بحال هكا شادو تيدور به تيقلب لي على الحل هذاك هو السي عبد الكريم ناري مسكين ياك ما جا طويل الفلوس لا ترى عنده ماشي لا فلوس لا والو ما جاش هو جار الجسد جاب الجسد ديالو جا وانا ديك الساعه فهمتي انا بكل الاحترام لاي واحد حنا تنتعاونوا مع اي واحد كنديروا كنحاولوا ما امكن حنا الناس يعاونونا حتى ولينا شنو ولينا وكل واحد راه كاين عنده شي واحد يعاونه ولكن واحد الوقت كتوصل للبلافون كتولي تخاف من المجهول كتولي ما قادرش تثق في اي واحد واش اي واحد دخل للدار ما يمكنش شي انت عندك سيرتو انت في الغربه راه عندك داكشي اللي عندك يلاه كافيك حسابك ما يمكنش كل نهار حيت كل نهار كاين حاله ديما المشاكل سينو غتولي انت غتولي شي مصيبه كحله فهمتي شنو درت جا عندي قال لي هذا قال لي درا ولد البلاد قلت له من بلاد اخويا يلاه كنا نجردو من جنسي قلت له من بلاد الا بلاد كدوي عليها قال لي المغرب قلت له اياه فين اخويا ماشي بخاسه لاباس قلت له سير اخويا لقيتيني دابا راني غادي دابا لشونغ كرا الدراري كاينين تما طلع في كذا نعت لي واحد راسك من فعل المغاربه درت معاه مزيان راه ارشدتو راه مشى في الاخر قضيت ليه الغرض يعني انا ماشي ضروري انا ندخلك معايا راه في الاخر مشى عند واحد السيد جلس معاه المهم هو جا من واحد المدينه بلا ما نذكروها وجاب واحد العقليه بلا ما نذكروها حتى هي شنو دار باغي يخدم باغي الحلال في الحرام فهمتي هو ما تيسمعش الموسيقى وخدم في بواط فهمتي بغى الحلال في الحرام والله خدم في بواط واحد النهار دخلت انا لديك البواط دخلت باش نشوف انا راه الناس كيعرفوني باش ندير والو تندخل باش نشوف فهمتي شارب ريد بول ولا شي حاجه باش نبقى نتفرج فاش دخلت تيبان لي شكون اللي خدام بروموتور تما خويا عبد الكريم مسكين ما لقاش فلوس يمكن لا ما لقاش فلوس دير القطن في ودنيه ماشي سمع حتى شي واحد باش ما يسمعش الموسيقى اقسم بالله العظيم عبد الكريم اسطوره وشوف هذا هو الانسان اللي تيحلل رزقه فهمتي وقلت ليه دخلت عنده وقلت ليه خويا عبد الكريم قلت له راه دابا الخدمه اللي انت خدام ما كان كيهضر معاه ماشي سمعنيش قلت وقال الموسيقى دابا فهمتو ديال القطن قلت عليه خويا عبد الكريم كدا هو كان ضروري شي يدير فيه بحال هكا ماشي تجاوش معايا
قلت له واخا هذا الكريم باش بان لي قطن وقت يجي بنادم يدخل تما اواش المغاربه كنمشيو كنتعاملوا معاه تنسنيو عنده فهمتي داك المغاربه ديما تيمشيو شي قيدو المغاربه كنا تنتعاملوا تضامن كنمشيو هنا ونسنيو عند هذا ومشاو تنسنيو بوا كيفاش تنسنيو زعما دابا لا 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 طوندونس ديك زعما هو كيتخلص عليها هنا كيعطي واحد البريم على شحال من واحد تمشي حنا مغاربه كنمشيو كنقيد زعما راه جابنا هو راه ما جاب راسه وما جابوش كنا تنمشيو شنو كان تيدير كان تيدير القطن في ودنيه وشي حاول ما يسمعش الموسيقى وماشي يسمع حتى شي واحد وماشي دير حتى شي حركه انت راك عارف لي نورمالمون لي بروموتور تيبقى خاص يبقى مره يبقى مزيان فهمتي يبقى يشد شي هو ماشي يهز الشراب حيت حاملو ملعون وماشي يسمع موسيقى حيت شي المعازف حرمها الله وخدام داكشي هذا كل الخدمه ديالي انا جيت عند خويا عبد الكريم حيت لي ديك القطن من ودني قلت له سمح لنا استغفر الله قلت له خويا عبد الكريم قلت له بغيتي هذه الخدمه هذيك راه هو الشاف ديالك راه تنعرفو قلت له هذاك راه غيشوف الكاس بحال هكا راه غيجري عليك تو بقا دير بيدك بحال هكا ودير القطن ما تكون بحال هكا بقا دير هو عبد الكريم راه تسخر لي الله بالنصائح ديالنا فهمتي راه بقيتي دير بحال هكا بيديه فهمتي وراه ما سامعش شي مرات كتكون الاغنيه هنا هو ليه فهمتي وراه حنا جرينا معاه كيفاش مشى شي نوا هذا خويا القصه ديالو مشى نفس لاجونس اللي مشيت مع انا دابا ديك لاجونس هو ديك لاجونس تلقى بنادم عنده 40 عام دابا ديك لاجونس مشى عنده مع عبد الكريم قال لي دار لي نفس الخطه ديالي انايا انا في الاخر باش سالينا المهم بلا ما ندخلوا في ديك الحيتيات المهم ديك الحيتيات مع وين الخطه خويا حنا بدنا نديروه لا ما مزياناش عليك انت فهمتيني دونك سي عبد الكريم راه سالينا نقول لك القصه انا فاش مشى المهم مشى تما وراه دابا ما عرفتش يقدر يكون زواج يقدر يكون مشدود ما عنديش شي خبر على عبد الكريم فهمتي ولكن عبد الكريم كان انسان طيب شنو كان تيدير كان قبل ما يمشي شنو كان عنده مارشي الخضره كان تيدير الخضره كان شي حط الديسير الخضره راه وصل تما يتصدم راسه وكان الدري اللي كان جلس معاه قال لي عبد الكريم راجل مزيان غير هو فيه واحد الاشكال واحد قلت له شنو هو قال لي ديك الجاكيطه الخزيه راه ما عمرو حيده ماشي علاش ماشي علاش راه ماشي تنقللو ماشي واحد راه هو ما حيداش هذا راه حاله اجتماعي علاش ما حيداش ما عندوش كونط في البنكه وديك الجاكيطه هي اللي فيها الفلوس هو ما مستعدش ناس وحيد ليه شي واحد الجاكيطه ما فهمتش ما كتيقفش شي واحد هو عبد الكريم ديك الجاكيطه ما تحيداش حتى نهار حل الكونط في البنكه حيده فهمتي عاد بدا تيبدا والله العظيم خويا عبد الكريم دابا تقدر تكون مشى بعيد يقدر يكون مشى ولا شي بلاصه فهمتي عبد الكريم هذاك كنا تنعيطوا عليه عمي عبد الكريم والدراري الدراري الاخرين كيفاش كنت تحايش معاهم كانوا معنا الدراري الصراحه كانوا معنا الدراري ظريفين الصراحه كانوا معنا الدراري واخا تنقول زعما هما كلنا درنا الاخطاء فهمتي ولكن الاغلبيه كاينين بزاف ديال الناس داروا شي اخطاء كبيره يعني كنتمنوا الناس اللي مثلا غيمشيو لشي بلاد يحاولوا ينقصوا غير من الاخطاء حيت كتعطي واحد الانطباع خايب على البلاد ولات بعدا البنات ما بقاوش في ديك المدينه البنات ولاو ريد فلاك المغاربه ماشي المغاربه هذوك واحد 10 الناس اللي كنا تما كانوا تيحاولوا كانوا تيعطيو واحد انطباع خايب واحد الناس ماشي صحابي ظريفين واحد الناس حدا اخر ما نعرفهمش فهمتي كانوا عندنا واحد انطباع خايب وكانوا الدراري اغلبيه اكبر المشاكل اللي كنت لاحظتهم انايا هو ان الناس يعني ماشي ياخذوش كما قلت لك في الاول ماشي ياخذوش الحياه بجديه دابا نشرح لك دابا باش نمشي الدراري تما شنو تيوقع حتى تمشي صغير تلقى بحال الحريه ما تيبانش لك انت هذاك واش راه مشى في شينوا كاع البلدان الدراري اللي كيمشيو فلوروب كذا شينوا تقدر تمشي دير اي حاجه في ديك اللحظه ما يهضر معك حتى شي وما يسيقوش اخبار اصلا الامريكان راه دير كلمه جوج غتشوف البوليس تابع هناك روينا شي معطيك واحد لو مينيموم ديال لا ليبرتي ديال شينوا شويه بحال المغرب راه فهمتي حنا راه ميكين عليك راه عارفينكم ميكين عليك هذاك الشيء ما تيشكلش واحد الخطر للدول ديك الساعه في ديك اللحظه ما كيشكلش خطر ولكن انفوا كتولي امبلانت كيشكل خطر صافي اكزيكوتا سير بلاص دابا مثلا يقد شي واحد يهز تما شي موطور ولا شي حاجه يمشي ب 180 ما يهضر معاه حتى شي واحد ما يضر ولا ضرب شي واحد اذا ضرب شي واحد غتولي في شي حاجه اخرى ما تخيلتيهاش دونك هما شنو تيطرا لهم تيبقاو يتزقلوا من هادشي دير هادي تيدير هادي تيدير هادي وكل ساعه تيتزلق كل ساعه تيتزقل من شي حاجه تيقول ما تيقول الدنيا السيبه هنايا تيقول هنا فين كاين الماكسيموم الحريه حتى نهار تتوقع شي حاجه تبقى شي حاجه صافي ما تتفكش انا واحد النهار واحد صاحبي ما عرفتش واش قلت لك ديك المره واحد صاحبي عزيز عليا كان هو كان سايق موطور حيت قلتي لي الموطور كان سايق شوف دابا المشاكل كيفاش كان هو صحيح وغزال وزويون عنده صاحبته وزويونه شي نويه غادي بموتور في حفظ الله ورعايته اش غيقول ليه راسو بيدور يبوس صاحب شوف وحق الله شوف دابا دي كنقول خذ الحياه بجديه راسي اسمعني ما غاديش نذكر سميتو يقدر ما يبغيش كان غادي كريم تو لا المهم سميتو سجدة بزاف بزاد كان غادي بحال هكا سايق الموتور اشنو قال ليه راسو دور بوس صاحبك ورا البروسيدور ماشي غاجو دور بوس راه تخيل دابا انت راك شفتي واحد 10 متر اللي قدامك راه كاين 20 كاين 30 والبوسه راه فيها واحد 10 ثواني فهمتي دابا هو دار داير لك
في السبيطار اقسم بالله العظيم مسكينة زكريا ناضي ماشي زكريا لا شوف المشكلة راه ماشي فاق السبيطار ماشي فاق السبيطار فاق بالبوليس شادينو هو والشنويه اللي ما طرا ليها والو لا راه شادين واش طايح الزوك هو ما مغيب الزوك حتى شي ديال الموتورات شحال فين الزوك فين الزوك فين الزوك داو الكومي شنو طرا ليه بعدا هو علاش هو طاح ضرب في طوبيس بهلكا ضرب في طوبيس ما فرناش فرنا بوجهو دوبل فراكتور ديال هنا الله يسر الله يسر اش كيقول لك تنفخوا لنا كل ولات تنقلبوا لا في مرخشه ديال السيرو ما لقيناش والله والله حتى تنفخوا لهم نفخ هذيك الحوجه اللي كتطلع لفوق دابا باش مشى باش مشى للكوميساري انت راك عارف الشينوا كيجيو من الشينوا هما الاولين ضروري الشينويه طايحه نشوفوا بعد الشينويه واش غتعيش واش درتي لها شي كومبليكاسيون واش كنتي خاطفه تتهضر معنا الشينوا تكونفيرمي لينا انت تمشي للكوميساريه واخا انت اللي خصك تمشي للداوه هي راه ما طار ليها والو هي هي راه دابا المشكل اللي زاد لا ما كاينش باش يجاوب على راسه كيدير كيدير يقول لهم شي حاجه يبقى يسولهم وما يجاوبهمش يدوزوا عندها يا تا كونفيرماو الشينوي ما طرا ليها والو جا والديها تسامحوا معاه بالرغيب بالمزاوقه شنو هي احمق قصه طرات لشي واحد كتعرفوا انت ولا شي طالب مشى سمعتي عليه بحال هكا هادي ما احمق ولا القصه هادي راه انا نقول لي هادشي راه هو الاول كل نهار كل نهار شي وقعوا شي لايك ولكن شي مفاجاه شي قعر خابيه والله ما عرفتش بقاو واش ما دابا الشينوا كلها في شكل تي تيولي بالك داكشي كله عاد انت بعدا شنو هي احمق قصه طرات شي مغامره خايفه خرطتي نعطيك شي نعطيك شي مغامره تبدا بها قلنا شي مغامره ديالك نعطيك شي مغامره انسبيرا منها قلنا المغامره ديالك انا خويا ماشي مغامره انا كنت ضحكت مع واحد السيده لقيت راسي دخلت في المعقول حيت هما اللي شينوا كيكونوا كيوت وكيتيقوا ياك دغيا دغيا وعندهم نيشان انا ضحكت المغرب مازال جايبو معايا تلاقيت واحد الشينويه كانت خدامه معايا اول مره كنهضر انا وياها شنو غنقول لها ايوا نتزوجوا دابا الضحك ديالنا هما راه هما داكشي ما ضحكوش بهم ماشي ضحكوش وليت مشاكل مشيت تقول لدارهم نايت مي مشيت قلتها لدارهم دابا قلت لها واش نتزوجوا قلت لها شحال عندك من عام قلت لي كذا قلت لها صافي نتزوجوا انا كنضحك الضحك ديالنا واش قول لي انا عندي دارنا صافي انا ماما دابا نتوما فوقاش غنتلاقاو ولات السيده عاشت ديك الدور راه ماشي انا كنكون عجبتها راه ما عجبتها ما والو هما هكاك هي ماشي ضروري تعجبها باش تزوج بك فهمتي هما عندهم داكشي سيستيماتيك يعني نيه مساك الله تنيه ولات كتخرجني شو كنخرجوا وكنبقاو نهضروا شحال نديروا الاولاد وليت عايش حتى هو حتى هو حتى هو مازال لا انا راني هو دابا انا القلب ديالي حانون ما يمكنش نقول لك واش كنتفلى معاك فهمني كادير تقول خصك تحاول تخرج من داك المعزق بشي طريقه المهم درت لها شي تيرن اوف ولا شي ريد فلاك ولا شي لعبة احفظ الله هذاك الشيء مشيت تفلاوش فيه تما وهذا ما تفلاوش فهاد الشيء هذا وسيريو بزاف ولي شي نواس قال لك اخويا عندهم كاين واحد 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 المساله هما كما قلت لكم كيكونوا تيثقوا بزاف تيكونوا 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 تيغيروا بزاف وتيكونوا تيخافوا على خطيرين ياك كاين الشيء هذا الخلعه تقات مع شي قصص ما عمرك شي قصص ديال فهمتي شي حوايج ديال الانتقام انتقام اه دابا في 10 سنين هذه ديال وانت في الشينوا تعلمتي اللغه ما تعلمتيهاش الشينويه عندي تنفهم الهضره ما عنديش مقادري انا ضربتها اون اوف راه كنت نمشي ريحت اربع سنين رجعت تمشي شويه تنهضر ولكن كاين كاين ولكن ضروري ولكن المهم راك تما لا تنفهم لا راك تما زعما في اللغه راك لا لا تنسلك ماشي تنفهم مزيان وكيفاش تعلمتيها نورمالمون غير بالكومونيكاسيون لا انا قريت هنا 3 سنين في المغرب ديال الشينوي وقريت عام تما يقول 4 سنين زائد داكشي ديال الزنقه شنو هي اصعب حاجه جاتك في الشينوي باش تعلم لما شنو اللي خلاتها لغه صعيبه بالنسبه لا هي ماشي لغه صعيبه لغه سهله راه العقل ديالهم اللي صعيب دابا العقل ديالهم صعيب تفهم اللوجيك ديالو دابا مثلا غتعاود ليه نكته خايتو هذه القضيه اللي قالها راه قال لك واحد الحاجه اكوريت ما يفهمش تعاود ليه نكته وهو باش يعاود لك نكته تقول شات الحموضه هو دابا الشينوي تيشرح نكته ما كاين صراع في الثقافه ياك صراع ثقافات كبيره ما تيفهموش دابا ماشي غير هما مساكن هذاك هو وجههم دابا انا تنفهمهم مالهم ولكن هما ما يقدوش يفهموا ما يفهموكش مع هما سطحيين بزاف سطحيين واحد الدرجه ما يمكنش عرفتي بحال انا شي 1000 سنه ديال التطور بيناتنا تنهضروا اللغات وداك الشيء حنا تطورنا في القوالب في ذاك النكات في الضحك في ذاك الشيء حنا العقل ديالنا بحال دابا مثلا حنا راه ما يمكنش يفهمنا في الكجام ديالنا مثلا حنا نجلسوا تنهضروا نوطوا شي نويضه شي هذا الشيء خرب مستحيل غيفهم حنا ذاك الديب ديالنا حنا ديب هما شالو جيانطان ما عندهاش جيانطان هما سطحيين
ولكن هما الخدمه ديالهم خلات منهم واحد عطات منهم واحد التطور كبير في ديز انفراستركتور. هما معقول شي ديك اللعيبه اللي قالت لك معقوله قال ليها وصافي تاقت هاد اللعيبه هادير عندهم في كل شيء كتنطبق على اي حاجه على اي حاجه مثلا هذاك الايروني والساركاسم وداكشي هما تيقوا البرومي دوغري. دابا مثلا اذا قلتي شي حاجه راه هذيك الهضره اللي قلتي هي اللي كاين ما غاديش يقولي ساركاسم ما تقولش راتي غاتي طنش كيعيش الريلز ديالهم حامضين دوك الريلز هما مش سطحيين سطحيين بزاف. دابا انت تيبانوا لك حامضين دابا انت هما علاش تضحكوا عليهم واخا تضحكونيش بحال هما دابا الضحك ديالهم باقي ديك الضحك ديال واحد البيبي تيقلد جدو في المشي فهمتي كلشي تيضحك ها 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 عشان داك الضحك اللي كان عندنا الشرف المغرب حتى هو راه كان هادشي شحال هادي راه تمشي عند والديك توريهم داكشي يقول لك كنا تضحكوا في الدار مع جدك هما باقي تيضحكوا في دابا هما مازال حتى دابا تيضحكوا بحال. وهاد المساله دابا كنت باغي نقول لك عنده واحد 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 اللعيبه التكنيك بزاف دابا هما معقولين هما معقولين. تخيل معايا اخويا فخر الدين كون حنايا كنا في داك الجهاد لا نقول لك تخيل كون انا في المغرب عندي بيرو ديال ليكسبور كنت عامل مع العالم كله والعالم كله تيشري من عندي سلعه ياك وانا غير بيرو وما بيني وبين حتى شي واحد حتى شي كونطرا وهو كيصيفط لي لي زافونس غير في ويتشات ولا تيتيقو دابا انا عرفتي باش تعرف المعقول فين تيوصل. دابا انا نعطيك واحد المثال اخي بلال وحاول تخيلو انت بغيتي تشري واحد السلعه من عند واحد السيد في الشينوا ياك شفتي عنده ديك السلعه انت تعرفش عليها فواحد لابليكاسيون ياك وهادشي واخا ماشي قانوني ولكن حنا بجري في العالم في العالم كامل انت غادي تبغي تشري من عنده واحد السلعه غايقول لك راه السلعه ديالك كتسوى مثلا واحد 50 مليون غتقول لي كيفاش غنتعاملوا ايوا صيفط لي افونس ديال 30% غتقول لي وشنو ما تقولش لي شنو هي الضمان ما كاينش سميتو شنو هي الضمان والو صافي يعطيك الكونت ديالو وغتصيفط لي واحد 30 واحد 10 مليون ولا 15 مليون تخيل معايا داك السيد شحال من وهو راه غير ان غوفوندور هو راه مثلا غادي يقلب لك عاوتاني غادي يقلب لك على السلعه يعني هو براتيكمون راه ما عندوش ديك الفلوس كلها هو تيلعب الفلوس على عباد الله انت ماشي كيلعب هو كتصيفط لي انت الفلوس وقت تصيفط لي الفلوس تيقلب يعني هو ما الا انت تصيفط لي 50 مليون راه ماشي ربح ديالو 50 مليون راه ربح منها واحد شويه جوج المليون ولا ثلاثه غير طار هو غير ريفوندور غيبيع لك وانت راك مصيفط لي 50 مليون سي غروس قد ياخذ مثلا زعما حنا في ياخذ ياخذ ما كاينش شكون كيدير شي حيده ديال الشين وكندير اصلا عنده فين شكون هو وغير سيغنو هو عنده غير سيغنو تخيل معايا شحال من 50 مليون غدخلوا وشحال من واحد راه الملايير وما غيديش لك وما تيدي ما انا ما كنعرفش هو يقول بك مثلا في السلعه يعطيها لك ناقصه كاليتي ولا باش يسرقك لا صايب يقول بك في النيغوسياسيون ماشي يقول بك يدير معك نيغوسيي معاك تشاو معاك بغيتي تقول لي مثلا نقص الثمن يقول لك ماشي مشكل يضرب لك الثمن حتى في ثلاثه ولكن باش يسرقك يدير لك ما يسرقكش ما يسرقكش وانا كنسرقك كنشوف راه جاني انا شويه بحال داك الشيء ان احنا في التجاره في السوس وداك الشيء راه الناس يخدموا بزاف بالثقه بيناتهم لي كوميرسون بيان سور بيان سور راه لي نديرو اجي قيل معايا صافي يطلق لي نطلق لك صافي علاش فاش كيكون شي نصاب كتقدر ضربه صحيحه لا كتقدر ضربه صحيحه شكون جاتك جاتك مليار تضرب مارشي كامل سبحان الله فوالا بنادم يقول لك كيفاش قولهم لا راه ماشي راه داكشي سنوات وبنادم راه دابا اجي دابا نبقى نقول لك دابا مثلا بحال الدري مثلا تناخذ عنده فلوس نبقى نقول له خويا هاتا عطيني فلوس دابا باش نعطيك فلوس دابا راه ما يمكنش صافي تقول لي سبق لي عطيني واحد اصلا التجاره مبنيه على الثقه يا اما انا كنعطيك الفلوس يا اما انت تعطيني السلعه راه واحد كيثق في الاخر ما يمكنش داكشي يكون في القوه اذا كان بعيد في الدوله اخرى هو الشين وعلاش الشين ومشات بهذا البعد هذا حيتاش هما تربوا على الثقه هذه. دابا مثلا لي زانديان حتى لي زانديان يقدروا يديروا هاد لا ريفولوسيون هادي حتى ماشي عندهم لا برودكسيون واعره ولكن لي زانديان البنغلاديشيين فيهم تخوفي هادو عندي معهم تجارب سوداء تجارب يعني عين بين رزقك يدير يديلك رزقك يديلك الفلوس شنو صراحه الثقه شنو انا ما عمرني شفت شي شنو دار شي واحد رزقو كاينين قليل بزاف يعني الا كنقول لك سير 100 تلقى واحد ولا ما كاينش قل جا قل لكن قل انا صراحه شخصيا قليل 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 ما تسمعش داكشي انا كان انا عشان بحكم عشان بحكم عشان ضرب عمر كتشوف ديك ولكن راه ضرب عمر كلها ما كنعرفش انا شي شينوي غيعرو احنا نرجعوا لك انت لضرب عمر ولا فاش تعلمتي الشينويه في المغرب وكذا ولعيبات فخر الدين باش مشيتي للشينوا بقيتي 10 سنين دابا ولا شحال اكثر دابا 2012 2024 دابا قول بعد 11 عام كاينه ياك بزاف ديال الدراري مشاو شفتيهم وهذا واش كاين افاق في الشينوا من مورا القرايه يعني واش كاين اللي بقى تما وخدم كاين بزاف كاين اللي ولا مليونير كاين دراري والله تهضر معاك بصح الدراري بزاف اللي سيرتو دوك اللي مشاو في ديك 2008 2009 دابا هما راه مشاو بزاف
تلقى واحد النص ما دار حتى شي حاجه واحد النص فريمون ولا بي تعزيل هذه التعزيل هذا ولا بخير ارزاق انت ارزاق وانت انت كيفاش تتعامل مع الحياه دابا شحال ديال الدراري تنعرفهم راه مطور في كل شيء ولكن راه ما دار حتى شي حاجه وكاين اللي عادي وتلقى راه مشى مزيان بخير دونك كاين اللي بقى تما مستقر مش كاين اللي تزوج تما كاين اللي تزوج كاين اللي مزوجين كاين واحد الدري يمكن عنده شي 30 عام هو تما دابا ولا اكثر عنده بنتو مزوجين وياه كلشي استاذ لونجلي تما كاين دراري استاذ زعما استاذ نيت في المدرسه بيبليك ماشي حتى صافي انتغرا معاه تزوج ولكن تزوج قلتي بشينوي شينوي بنتو راه نص نص ولكن واش فاش كتانتغرا مع الشعب الشينوي فاش كتزوج مثلا وكتولد الولاد تما واش كيبقاو يعتبر واش كيعتبروك واحد منهم ولا ديما كتبقى انت غريب عليهم انت فورين انت فورين حيت ما كاين حيت دابا الشينوي فاش كيمشي فهمتي اللي بغيت نشرح لك حيت مثلا في امريكان مشيتي لا نسى عليا امريكان باش انا نشرح لك مشيتي مثلا امريكان خدمتي تما خديتي الجرين كارد ديالك تزوجتي ولدتي كتولي امريكان انا نشرح لك علاش نشرح لك الفرق انا نشرح لك فهمتي واش الشينوا غتكون شينو لا ما عمرك غتولي شينو امريكان دوله اصلا كلشي اللي فيها ماشي ديال ديك الارض ماشي اصلي فهمتيني يعني انت باش تجيب هذا الوجه هذا بالنسبه لهم هذا الوجه راه ممكن يكون امريكاني ممكن يكون امريكاني هذا الوجه هذا الوغ وجهك انت في الشين ماشي ممكن يكون شينو يعني دوله ماشي ديال ميغراسيون فيها شنو فيها مليارونز ديال الشينو امريكا تلقى البلاك تلقى اللاتينوس تلقى هذا تلقى كلشي مخلط دونك عادي الشينو ما كاينش لي كولتور ديال ميغراسيون ماكاينش دير جنسيه شينويه واخا تجوج بشينويه قديما ديما الباسبور عندهم باسبور ديال المرا ماشي شي باسبور بويسون باسبور ديالهم عادي ضعيف دونك ما كاين حتى شي اطري باش شينو الحاجه الوحيده اللي زوينه فيها ممكن دير فيها فلوس دير فيها فلوس دير فيها فلوس زعما النصيحه ديالي بلا ندير فلوس رجع اوكي دابا فاش قلتي لي ما يمكنش انتغرا 100% يعني كتبقى تعاني من العنصريه ولا لا ماشي العنصريه لا دابا غير دابا هما ما كاينش عنصريه انساها عنصريه ما كايناش في الشينو بالعكس يعاملوك اكثر من احسن من شنو يعجبهم يشوفك وخا تكون مثلا افريقي جاي من افريقيا كاين شويه ديال غير الكيوريوزيتي تيقول ما عرفتش انت ولا هذوك الناس القدام وهذو الصغار الكيوريوزيتي تقول واو كذا كان بزاف ديال لي شينوا مصاحبين مع دي بلاك ودي بلاك بلاكس افريقا تيجيهم بحال داك الستيل ديال الامريكان باسكيت كذا غير كاين واحد المقاطعه كاين واحد لي شينوا هذوك القدام ديك السكه القديمه يعني تي ماشي تي بحال تقول مثلا ما تيبغاوش بعدا يكون لابو تي بغيت نقول لك على قبيله ذكرتو النحت وذكرتو كذا كي عندهم هاد القضيه لابو ديال لابو ديال اذا جينا لهادشي غتمشي حتى لاي دوله في اوروب هذوك الناس الكبار على ماشي صوتوا هذوك الناس الكبار على الاكستريم دروات على ديما هما باغيين يخرجوا الاجانب ديما ما حاملينش هذاك البنادم اللي جاي من الخارج ديما الناس الكبار فيهم هاد القضيه راه في المغرب تمشي تسولوا يقول لك نفس الهضره هما ماشي الافارقه اللي جايين يقول لك خصهم يمشيو بحالهم خصهم كذا هما ماشي هما انا ملي قصدت لك زعما تيكونوا تيشوفوا في لابو كحال داكشي هما في ماشي في ماشي تسوقوش من بعد لا بوليتيك ما كاعش شي نقطه فاكو انت ما تهضرش ما تهضرش على البوليس بوليتيك لا انت اترونجي ماشي تهضرش معاك في الهضره دخلتينا لبلادنا لا ما كاينش ديك الهضره ولا هو مثلا يقدر مثلا شينوي حر داك شنو هو القدامي اللي راجل كبير شينوي يقدر مثلا عنده شي الى يقدر مثلا شاف مثلا واحد البلاك في المحل ديالو مثلا دار شي حاجه يقدر طرا ليه شي مشكل في المحل ديالو كان بويض وكان واحد كحل يقدر يجي داك الكحل هو اللي دار المشكل ممكن. يقدر غير هو ماشي في الثقافه ديال ماشي سياسيان ولا زعما نتوما ما تفكر كامل تفكر كاع ماشي تسوقوش للسياسه ما غاديش يقول لك انت ما غاديش ما كاينش ديك الفاظ زعما كتعاير الشين ماشي ناقش السياسه اون جينيرال ما مسوقش لها ولكن عندها علاقه بالثقافه وفي نفس الوقت كيقدسوا الانسان الابيض وهما كانت كانوا يقدسوا دابا عادي شويه شحال هذيك دابا انا واحد الشينوي اللي بحال تقول خالتي اللي كنعيش معاه ديما كتقول لي مثلا تزوج شي حدا تكون بيضاء ولكن ديك كنقول كذا ما ستينات فهمتيني كتقول شي حدا تكون بيضاء وجيب باش يكون عندك ولاد بويض ومثلا الا ورشي شي تصويره تقول لي بيضاء فهمتي ولا شي دابا هما الجمال عندهم اشكال دابا حنا دابا شي حاجه زوينه ان حنايا هي هذيك الحاجه كامله زوينه هما تيبقاو حداو الديتاي دابا تيقول لك هذا عنده اللعيبه بيضاء هذا اللعيبه عنده فنيفو يعني زوين فهمتي دابا ماشي تقول هذه اللعيبه كامله زوينه لا تيقول لك هذا ابيض دونك زوين والغلط لا الغلط ما تعجبهمش الغلط تيقول والله هذا بحال مثلا دابا انا واحد النهار ما تحشموش دابا يقدر يقول لك ما عندوش لا بيدور ديك تحشم ماشي واحد تقول شي حاجه ان ابروبريت ادي الكاكا ديك غلطيتي واحد النهار كنت غادي في واحد الفروج معايا واحد السيده شينويه واحد دازت قدامي واحد السيده ماشي غليظه ولكن راه تنشوف بين عينيا دابا كاين ايوا فهمتي ايوا اللهم بارك
وكونجينا راه شنو ماشي ماشي غلط شنو قالت لي لا لا سعدي قدام حدا مغربيه ديالنا بنت بلادنا قالت لي دابا انا بقيت كنشوف كنقول اللهم لك الحمد فهمتي في نفسي وهي شافت قالت لي شو هاد الغليظه قلت لها غليظه هي بالنسبه لها اي حاجه اللي ماشي رقيقه ديك البلازما يعني غلط الوغ كو هما عندهم واحد الغلط واحد اخر ديك الغلط الشينوا هذاك الغلط الشينوا كيفاش يكون فهمتي غليظ طاطا كتكون طايحه بالرجال والعيال تكون ماشي تكونش مفصله حيت هما الجينات ديالهم ماشي مفصلين بحالنا حنا الجينات ديالنا عاوتاني شي حاجه زايده سي بريم شي حاجه ناضيه هما الجينات ديالهم لا هما الجمال ديالهم من المعايير ديال الجمال ديالهم شحال ما كانت لا كولور ديال لابو بيضاء ماشي عنصريين ولا ماشي عنصريين يعني الجمال الجمال داكشي علاش داكشي علاش داكشي علاش الميك اب ديالهم هي تيبقاو ولا فين تبيض التليفون شوف شيومي شوف اوبو كتلقى التليفون كيبيض حتى تيك توك تيك توك تيبيض تيك توك تيبيض تيبيض هذاك هو الجمال عندهم بحال دابا فخر الدين زوين انا لا فخر الدين تحت انا وياك قدام شي شينويه ما عنديش شي شونس زيرو شونس فخر الدين تكايز لا ولكن عشان عندهم واحد الكريتير واحد اخر هو الفلوس هو عنده فلوس كثر مني عطاك هو اللي راه وماشي عارف شحال قال فين كيقلبها لك وكل ما كايناش هاد اللعيبه اللي قال ما كايناش وقلبها لك لا لا بصح والله لا بصح على هاد الفلوس لا لا صراحه الفلوس ماشي حماقه على الفلوس غادي يشيروا الفلوس هما شنو الهضره ديالهم عطاك عطاك واحد الحاجه ما تيقولوش واش انت لاباس حتى لاباس عليك مانيش نقول لك انا نقول لك انا نحورها لك يقول لك مثلا ما كاينش حاجه مثلا نيها وما هذيك نيها وما هذيك تخاطي تزوجين زميان فصاله ما فصاله ما واش شو واش شي حرك واش محركه شي هما هذا هو السؤال ديالهم كيفاش كدير واش انت بخير التجاره مزيان كاين شي فلوس فهمتي واش واكل نيت شي فالما واش كليتي يعني داكشي عندهم واحد ما كانش عندهم المجاعه شحال هذه حتى الحوار ديالهم ما بقاش يعني كابرين ديك المجاعه بلا ما تلقى شي شحال هذه ما تلقاش ليا كل مزيان دونك اول سؤال كان عندهم واش واكل واش كذا واش هذه واش كلشي بخير فهمتي واش كليتي تخيل دابا تجي عندك نيت شي اخويا بلا بخير كليتي واش كليتي واش واكل التجاره مزيان صورتي شي فلوس هذا العام خويا بلا ماشي عيب عندهم دخلت شي فلوس من يوتيوب كيدخلك هو فهمتي ماشي عيب دابا انت غتدخلني غتسولني حتى واحد شينوي كنا تنخدموا معاك تعرف شحال هذه قالت لي شفت لا شفت شفتك جايب ستودنت فلوس نيشان نيشان تيلاقيو تيلاقيو تخيل دابا انا عندي واحد داك الشيء داروا الفلوس داك الشيء داروا الفلوس تيفكر بالفلوس نهار كامل ماشي مقرا الوضع تراكسيون تخيل معاك تفكر انت بالفلوس نهار كامل غتلقى لهم شي طريق ما يمكنش ما تلقاش لهم شي طريق ما يمكنش ما يمكنش بقاش انت تشوف مصطفى النهار كامل وتفكر راه تلقى الطريقه مصطفى مصطفى نجربوا واحد اللعيبه نجربوا الشينويه ديالك تعيط لشي شينوي ولا شي شينويه دابا وتهضر معاه بالشينوي اييه ماشي ودوز الفخر الدين شوف واش غيهضر ولا لا بالروز ولا فخر الدين لا 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 فخر الدين انت شنو دير اوكي انت تقول لي واش فهمتي ولا شنو قال صافي نقول لكم شنو فهمت قرب 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 الميكروفون ولا جاوب وي جنجين اللي تزما كواد جاودين خو ليا انه يقول واش هو من زاي زاي كاي غشفي على جوكتي دغيا زاي وان شو والو شان واش هو خويا طادين خويا غونيك زوي هادا بانيو تخوي شو هاني راه تكبر بيك قالك راه واحد صقع ليا انا لا وطم جاو طادين خويا غيني واش ما ولا كان كان وانا بونا شو هاني واش ابو شخوي شو هاني ما يا صوت فيسا اوكي فيسا اوكي ويو ايغا فايو تاتزاي تاتزاي شانهاي سون الين شارنيان تاتزاي مولوغا هنزون ميندا او تاغان وزايتشي شات سو ميتشي كاي غا شيبين هابوها هادا هادا نينا بونا شو الا بو يما سلام عليكم سلام عليكم صافا صافا بيان جين 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 احبك احبك اي لاف يو اي لاف يو اي ميس يو I miss you. جين جين في شهر جين جين شيشيني. شكرا شكرا. لاون. كل شيء بيه. لاون لاون. لاون لاون. زوي. شكرا. أنا أعطيكم ترجمة الحرفية وخكش بقى نديرها لايف ولكن كنت نحمق وكنت ندوخ. لا لا قال لا كيف علاش جاوبتيني دغيا معلم قال لا جاوبتيني دغيا صافي بقات تضحك انا بدات تضحك ما عارفاش راه على الجواب دغيا صافي قال لا راه مع واحد الصديق عزيز قال لا تنصور واحد الفيديو واحد الدري مشهور قال لا راه ضرب 12 عام في الشينوا ضروري 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 قال هضري شويه بالعربيه قال لي قلت السلام عليكم وعليكم صافي شنو علاش كتهضر لا لا صافي قلت له المره الجايه نتلاقاو نصوروا شي فيديو مجموعين هاد السيد اخويا بلال ان عطى الكريديت عليا
نعطي الكريديت على الكريديت اخويا نعطي الكريديت السيده جين جين هذه خويا باينه ظريفه باينه انت نعرفهم من نقول لك السيده هذه في انا في 2021 شحال الساعه عندهم دابا دابا راه معنا كاينه هذه في المغرب هذه دي راهي المهم شي شنو واش المغرب كاينه في المغرب هذاك الشيء علاش صافي هذه اخويا والا كان زعما مسموح عبر المنبر ديالكم نوجد لها واحد التحيه غديروا فوليو لا لا هذه مزيان طونسي هذه سي اون بيزنس وومن زعما لي تري بيان فينانسيرمون مزيانه حتى في القلب ديالها والله يعمرها دار وكنعرف انا قبل ما نخدم معها كنعرف انا قبل ما نخدم معها باش كنعرف منين جيت النهار اللي جيت للمغرب تعرفنا بالصدفه انا ويا واحد الصديق واحد اخر هو اللي عرفني على شافع وبقينا بحال الخوت بحال العائله ونهار طحت في 2021 كنت انا عندي كندير شي بيزنس صغيورين ديالي درت فيهم فايت كاملين وليت انا ديبيتور زيرو ما عندي حتى شي حاجه ا زيرو في 2021 كنت ديفيسيتير وما عقل عليا حتى شي واحد في العالم جين جين شدتني من يديا وعاونتني ماديا ومعنويا حتى وصلتني لشي اللي وصلت ليه اليوم يعني تحياتي لجين جين من هذا المنبر تحياتي لك الله ضريفين ضريفين شنو وقليل فين تلقى شي واحد لا مغربي لا شينوي اللي تيق فيك ويعرف حيت باش تكون طايح في المشاكل راك تكون عرضه للكذوب وعرضه للانتقادات الفاشله وعرضه لتفهم انت تيق فيك واي واحد كيعيفك يعني كتولي عرضه عرضه فهمتي والحمد لله هي تعلمتي مع شينوي تعلمت مع شينوي من 2019 منين كنت جيت للمغرب انا كنت كان بور بليزير ريزون ناض فخر الدين عاود لنا مصطفى انه هو قرا لونغلي في شينوا قراتي انت لونغلي ضروري ما كاينش شي مغربي مشى لشينوا هذيك لونغلي انا تقريبا نفس الحاله ديالو واحد الله العظيم نفس الفيلم كيفاش عاودنا القصه ديال دابا انا في الاول كنت بورس بها خير واحد اللحظه تحبسات البورس سدات الروبينيه سد الروبيني صافي كان خصني ديك الساعه ندبر في الفلوس صافي ديت نصيفط لهذاك الشيء ديال تيتشين وانا ما كنت والو اجا قبل من هادشي ديال تيتشين بديت ندخلت لواحد السيت سميتو سمارت شانهاي تنقلب على الخدمه الدراري اللي باغي يبقاو خدمه في شانهاي راه يقدروا يدخلوا ليه صافي تنقلب بحال هكا ويسعيت لي وحده قالت لي فوندور قالت لي اذا بغيتي تجي فوندور تبقى تمشي معنا لي فوار صافي ونعطيوك نخلصوك بالنهار ولوطيل الماكله على حسابنا كلشي على حسابنا قلت القضيه شي غامره صافي هي هذيك قالت لي اجي دير اونتروتي انا عارف شنو المشكل ديالي هو ان الفيزا ديالي كان مازال فيها شي جوج سيمانات صافي هذيك مشيت عند ديك الشينوي فين ادير لي اونتروتيان زعما في ستارباكس معلم كلشي تيدير في ستارباكس لاحظتي بزاف تيمشي لستاربكس يديك غير هذه انا دابا انا ماعرفتش بها نصابه دابا جلست معاه ويجبوا لي قالت لي شوف قالت لي حنا واحد الشركه ديال الاحجار ديال الجاد تنبيعوا داك الجاد الخضر هذاك الخضر ولكن ماشي الجاد ديال الشينوا تنبيعوا الجاد ديال بولونيا دابا نتايا محتاجينك شنو غتكون غتكون فوندور غتبقى تقول لهم انا من بولونيا في دوك الاخر وغتبدا تبيع داك الجاد قلت لها واخا عطيني شي كاتالوج شي لعيبه شي حاجه من تما باش نعرف الاثمنه قالت لي لا شويه فين ما جا عندك شي واحد على حساب هو كيفاش داير عطيه ثمن يعني غير الحجره تبيعها بجدري تقدر تبيعها ب 100 درهم ديك الحجره راه والو ماشي جاد مصايبين شي راه ماشي ديال بولونيا ديال الشينوا ديال الشينوا دابا هذا الجاد هذا هو واحد الحجاره هذا النصب هذا دخل الحبس هذا حجاره كريمه وما كاينش يشدو بلاستيك تيكون ارتيفيسيال وتيقولك حتى هو جاد وهذاك ولكن هو هو كيكون في الشينوا كاين في الشينوا يعني كاين جاد الشينوا وكاين جاد الشينوا كاين هو الجاد ما فهمتوني ولا لا جاد الشينوي وكاين جاد ارتيفيسيال هو الجاد غالي بزاف كتلقى براسك اللي كيدير 100 مليون وعندهم فهمتي بحال شي ارت عندهم هما في شكل شي حاجه الدواقه ديال الدواقه العشاقه هو مساوي والو مساوي في الشينوا لا ولكن على حسب طريقه النح تيكون شي ارتيست منح شي حاجه فهمتي داك الشيء يكون غالي جنجين عنده واحد البراسلي ديال الجاد والله العظيم عندك شفروا له خضر تيكون اللي بغا يشفروا له راه ما كيسوي والو في المغرب ماشي في المغرب ماشي سواش ما عندكش مشكل يشري شري انت الجاد ما تيفهمش بلا ما غاديش يفهم داك الشيء صافي شنو قلت لها صافي واخا قلت لي دابا نقطع لك التران على ود صافي راه قطعنا دغيا زربات عليا قلت لها صافي انا كان خاصني فلوس ديك الساعه قلت لها صافي وقت وكاري غالي وقت كاري ب 7000 درهم شومبر لا اش من لوكس راه شنغاي صافي شومبر كنتي سيني بوت 7000 درهم كيما سبع سنين ولكن ما لقاش فلوس في نيمبو سير قليل الفلوس قليله في نيمبو صافي هي هذيك قلت لها صافي واخا صافي رجعت بقيت ندور في راسي ديك الطريق كامله قلت هذا راه نصب هذا راه فيه الحبس قلت شي حشومه شنو ما نبقى لا حرام هادشي صافي هي ديك دخلت جمعت كاع الدراري دوك الفلات ميتس اللي معايا كنت واحد اللعيبه في جوج طبقات واحد المانيين واحد من ماسيدونيا واحد خونا من نيوزيلندا قلت لهم شبان لكم واحد قال لي شوف قال لي هادشي راه ما منوش قال لي بلاش
الاخرين قالوا لي انت ماكش خاسر فلوس كذا هذه الماني وقع لي قع لي فلوس ومن الزهر صافي انا قلت صافي لا ما نديرش هادشي صافي ما بلان عشي واحد الزهر عندي في شكل كنت مشيت 10 ايام جالس مقرد وماشي داكشي وراك سنتروفوله صيفطوا لي صيفطات لي تيكي قلت لها لا ما بقاش باغي نجي قالت لي علاش قلت لها لا راه هادشي ما صم كلا سيري بي انت صافي وي تخاش سمعات في السبه المهم هاني غد لي الصباح مشيت لونيفرسيتي انا عند بالي نمشي لونيفرسيتي نقول مش دوليا الفيزا يقول لي سير دفع الاوراق ما قال لي قال لي لا كيخلص فلوس اذا بغيتي نجدو لك فيزا ناري كون مشيتي تبيع الجاط لا وبالعكس كون مشيتيش هذيك اليومين هذيك ماشي اليومين كثر ريح موده كثر يرجع لقات حرقات الفيزا كثر رجع لقات حرقات الفيزا وانا مشيت ديك الساعه فيزا السودان السودان فيزا وكون ما كنحولش تمشي جي دبليو عاوتاني وتعاود ترجع لا ما كاين هادشي كيضاع عطاوني هما لا ماكش عايق كثر رجع انا حارق امشي ليغال وارجع حارق فداك فديك لافوار اللي بغات صافي رجعت ديك الساعه صافي بقيت نقلب كدي ديك الفيزا في الاخر بيزنس فيزا وجلست تما من تما ما تمديش تقري لونغري لا قريتها شويه تما ما قريتش بزاف دخلت شي شهرين ثلاث شهور بقيت خدمه قريت باش نمشي نقري لونغري دابا راه بنادم تحسب له دخلت قري لونغري تلقى راسك مزيان تقري لونغري والله ما تلقى راسك مزيان اش تبهدل احسن تبهديله في الحياه واخا تكون انت هي اونغلي واخا تكون ما عندوش علاقه داك الشيء دابا انا باش نمشي ما مشيتش مستعد هادي ماشي ناخذ داكشي دابا الدري قال لي شوف وجد ها تا يدير طنطن عطاني ستركتور الدري المولف تيدير تيتشين ديك الساعه كان الدنيا هاني قري وكان فلوس صراحه بزاف داكشي صافي انا قلت لي شو صافي بلاش انا نمشي تما وندير لهم شي انيماسيون انيماسيون صافي دخلت بحال هكا حتى انا مع دخلت جات المديره هادشي يديروا الاحراج جات المديره دخلوا لي بارون تفرجوا حطوا الدراري كلهم وكل شيء وكل شيء ساكت وتيشوف كانت لايها ديري حتى واحد الاحراج صافي ديال موند انت ولا ناري واش تلف لك كاع داكشي اللي كنتي باغي ديرو شي تلف لي صافي العربيه مش خلاص تقرب قالون ايه والله ما عرفتش تهضر مصطفى راه مصطفى راه قرب لواحد بغى يعنق ولا ما بغى يهضر معاه هو بدا يبكي ولا هو دابا يمكن قرب ليه هو كبير ويبكي بقى واحد صغير عرفتي راه جيت عنده بغيت نغني ليه شنو درت ليه ايه شي شي نوي صغار شي دخل مازال بحال شي روكا غيعضو فهمتي وان القيامه كتنوض وانا بديت اخويا ولقيت بلي هادشي هذا ماشي غير انا يعني ماشي غير الجمال ديالي تيخرق لا 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 تيخلعوا الدراري مسات تخلعوا صافي انايا دخلت بديت نخرب وبديت نخربق عشي سالوا لي دغيا يلا هضرت شي جوج دقائق وسال لي داك الشيء واش غناو فرحوا تفاعلوا هما راه تفاعلوا جوج دقائق لا وانا تبلونطا مور ديك جوج دقائق قول مبارك هذا ديموكراسي خلصوني لا قلت لهم ديموكراسي تبان لي المديره دايره من الله كاعت قالها انت علاش محركين هذا الشيء هذا الاسطول كامل وفي الاخر داير لنا هذه الحاله هذه شي تخربيق هذاك الاجون اللي جابني هو راه عند باله يضرب معايا نص الصالير حيت هذاك الدري اللي عطاني الاجون حتى هو مقولب وما عايقش براسو مقولب كلشي مقولب في الدار صافي داك الاجون قال هذا نضرب معاه شي 7000 كواي بارده فهمتيني شويه تنبان ليه ما مشات عند ديك المديره قالت لي هذا شنو قلت لي زعما هذا عشي وراجعين في الطوموبيل وانا جالس اللور هو هو ساكت هو صايب ساكت باغي يردني يحطني في بلاصتي وانا جالس اللور خيمتي لي هذا النوم عشي بقى المره الجايه قلت صافي نتعلم بقيت نتعلم بشويه درت شي 3 ولا 4 لي زونتروتيان عاد نشحات من بعد عشي صافي وليت عشي صافي عشي صافي عشي دخلت صافي عشي داكشي خصك البلباله داكشي وارد ويش قول لي ديك المديره قالت لي زعما مزيان داكشي شحال الاكسبيريونس العامين وانا تنقري صافي كانت واحد المغربيه تما واحد الدري من مراكش مسكينه كانت مشات غتقرنيش ما كان والو مشات تقري ورجع عاد صافي هذه كان واحد الدراري صغيرين تما قالت لي هاد الدراري ما عمرهم تيسكتوا قالت لي اول مره سكتوا حيت نتايا كاين حدا باش نخليهم انترتين هيبه الهيبه باش نخليهم انترتين القصص ديال البراكاج تير مش حاله ديال كيف تعرف موهبه واحد التوام شي طاير وصاحبي والله الا جلسوا صافي ويتقول لي هذيك الاخرى قلت لها شوفي قلت لها انا صراحه عشان قلت لها تخدم بهذا الثمن قلت لها ما كنقدم هذا الثمن راه ما كنخدمش ودابا باقي لونغلي كتقرا شويه كاين دراري ريسكي شي شويه الصراحه دابا شو ريسكي دابا ريسكي دابا ولا شي شدو بنادم يمشي يردوه للمغرب ما كاينش اخبار تيجي دابا تيجي تيقول لك انت واش عندك وركين فيزا ولا عندك بيزنس ستودنت فيزا فيزا ما تقراش تكون ورك فيزا خصك تكون ماشي بيزنس فيزا وركين فيزا ولكن مازال بريكولات صراحه مازال بريكولات غير هو داكشي شويه ما بقاش كما كان ولكن بحال دابا شونغاي تلقى شونغاي تلقى شونغاي مزيره اكثر من نيمبو لا شونغاي بقاوش في داكشي كثير واخا هكاك ما كاين بلايص لي نيمبو بحال قلتي شونغاي في 2012 نيمبو بحال تقول ما كاين حتى مدينه توصل شونغاي نيمبو حنا باش كنا تنقريو شحال كانوا تيعطيوكم
شحال كنت تعطيني في الساعه؟ في الساعه شي 300. انت كنتي تخدم بالساعه؟ انا كنت تخدم بالشهر. تخدم مثلا؟ ما كنخدمش بالشهر، انا كنت قاعد مع بالساعه. كنخرج شوف كنخرج ما كان مازال ما خرجش مازال ما وصلتش لبرا تنقول اختي الله فكرت حنسى كنت ندير. لا انا كنت ندير بحال هادو هادو باش تعوض اساسيده. اما انا كنت هذوك اللي شاد معاهم زعما الشهر ديك كور دو سوار فهمتي. لا لا انا ترينين سنت ديك الساعه. ويقدر يمشي واحد من هنايا وركين فيزا. كان الدراري صحابي خدامين وركين فيزا. مشيو نقراو مشيو نقراو شي سطور طلونغ اللي نجيو ديك الساعه. كنا كنحلوا في الحياه المواقع عليا. كاع تصاوبوا دابا صافي شي دابا نتايا خايبين. لا شوف فيا مقبول مقبول. لا والله اللحيه اللحيه اللي كيجيو بحال شي هوم. لا ما عجبهمش اللحيه الصراحه. لا ولكن شوف اذا كان لابس الحوايج زوينين علاش انت ما لاحظتيش هادشي هذا؟ انت ما عندكش اللي بين الحيه. لا ولكن شوف شوف اذا كان لابس قلت البنات ما تهضرش معاك انت ديال الحيه. لا شوف شوف اذا كان هو لابس حوايج شوف اذا كان لابس حوايج بحال داكشي ديال لا ديال المراكن هاد الباسكيت وداكشي يبدا يبان لهم بحال شي فهمتيني. صبغت عارف صفر ياك كيجينا مثلا. والله الا الدراري كانوا الدراري كلهم كانوا داير واحد البروتوكول. شنو هو الدري عاق باش كتحنس طولوا الشعر وداروا الزواق طولوا الشعر داروا الزواق كلشي ضرب طاطواج هنا وصبغوا شعر ما راه ياكل بنادم خدام ما والو صافي كلشي ضرب طاط واحد الدرس تقور خصك تقور تقور ضرب ديك كما قال لك ديك لبس الميريكان كذا بحال شي باسكيتر فهمتيني. وما شي امن ما عرف فين فين تلاقي واحد هاي فايف فهمتي. بقى غادي هاي فايف اللي تلاقي شي هاي فايف مدير تلاقي مدير هاي فايف ياك تلاقى احنا مدير كتدخل استاذ لا تما فين اي هاي فايف ضرب لي في يدو تدخل تخدم فرحان عشان هذاك كنت شي داكشي مش عيب نفسيا وراه كتعيا ولكن ما عندك واش دابا انت ملي كتشوف الكراو تبعك 7000 ريال جلس شهر كانوا شي عطاوني 17500 ريال ميمبي حيد الناس 7500 ديال الكرا. انا كنت كاري في جال خلاص راه لا حيد منها 5000 كواي ديال الكرا. هما اصلا قالوا لي نعطوك كيضرب شي نويه نعطوك فلوس الكرا ولا نكريو ليك. وانا قلت لهم لا راه كاري في السونتر. انا مكلخ السونتر راه ساعتين ماشي حاجه بعيده صافي. ولا نجي نسكن حدا عندكم دار السكن نقول دار الحارس. لا كاين لا كاين كاين ابارتمون ولكن انا بغي نبقى في السونتر عاوتاني. اذا خرجت من السونتر ما كاين ما يدار خاوي الدنيا ما عرفتي سير للسونتر ورجع ترتاح فهمتي. لا لا عرفتي واحد الحياه خاصك تشوف تما شي نيم بون نوار عرفتي ذاك الخير الشنغاي ديال بصح راه ما كاين والو ترجع الله داكشي اللي تعجبني الركود وما كاينش معاه الدوي ما بغيش ندوي. لا صعيبه صعيبه والله لا صعيب بغي الفلوس دابا دابا تخلص انت 5000 ريال باش دوي. شوف والله لا صعيب صعيب بزاف شوف انا عارف صعيب كاين زعما انا دابا حاليا تنسكن فوق الخدمه فهمتي. علاش ما بغيتش تبقى مع راسك؟ لا والله ما تسمع الصداع شويه بن سليمان بن سليمان مزيان ما كتسمع الصداع لا هو كتسمع الصداع ولكن فهمتي عشان تما حيت اختيارات والله عشان صافي هذاك. لا وسيرتو ساكن بوحدك اصلا ولكن عندك بوحدك راه شكل قلتي لي فاش كنت تقرأ لونجلي بديتي كتنصت في الاخر مع ستوري تيرين وكذا. لا لا دابا صافي قريت شي ثلاثه السيمانات دبس مع المديره خديت فلوسي دخلت عاوتاني في تيتشين اخر وليت اختصاصي ندخل في تيتشين وليت ندخل بحال دابا واش دابا واش داك حتى لي زيكون وليت يعرفوك شي ريكومونديوك. لا لا صافي وليت دابا واش الموهبه ديال ستوري تيلين اللي عندك هي اللي خلاتك تولي ناضي في تيتشين اولا تيتشين اللي خلاك ناضي؟ حتى واحد دابا تيتشين واش فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ تقدر شي واحد راه نهضر عليه تيتشين خصك تكون نهضر عليه. شوف تيتشين نقول لك تيتشين شنو خصك تكون كلون من الاخر بالله داكشي قلت لكم راه يضحكوا تنشطوا ولكن هذا الجواب شي واحد النهار واحد الدري كنت هذه ماشي في الترين سنتر هذه في مدرسه بوبليك كانوا مره تعيطوا لي شي سوايع في مدرسه بوبليك واش بوبليك شحال عندهم؟ 40 50 واحد 50 دري اصاحبي كلهم صغار واحد الدري بدا تيدير كتبلونطا الدراري تيغوتوا كتبلونطا تيتبلونط كلشي تيغوت عشي روبو خسر طيحوا كلشي عشي اخرى صاحبي الله انا كنسحب لي البلونطا ممكن تجبد عليها يا صاحبي الدراري فهموا تيقولوا لي بالشيويه وانا فاهم هما شي يقول ديك السميه صغير اللي تيقولها في دارهم انا ما عارفش داكشي انا قاري في المدرسه كاكا كيدير كيدير عجباتك دابا هذا عجباتك عجي 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 من القلب انا شي صحاب لي شي شينوي كي متروماتيزي شي انا صحاب لي شي واحد فهمت ديك التحول وكنروبو بغا يولي معايا 40 واحد 40 واحد في كلاس كلشي تيجري كلشي خاري لا كلشي لا ماشي كلشي تيجري خايف منه حيت عارفين ملف غير شي يشوفوه ولا عيقوا به ما جيبيش له السروال الريحه صح انا خرجت صح ما جيبيش له السروال داك السروال لا ما كاينش السروال لا والو راجل هذاك جات هذيك الاسيستنت مشات داتو ما عرفت فين داتو انا خويا دابا البلان ديال فري ديال البلان ديال تيتشين وستوريتين دابا انت في يوتيوب كتعاود لي ستوري ياك مابقاش لك كتعاود هما لقاو اقبال من عند بنادم راه كل فيديو كيضرب جوج المليون ثلاثه فهمتيني دونك واش عاوناتك انك تقرا ولا ديجا كانت عندك الموهبه من صغرك انك تعاود القصص وكذا كيفاش اختاريتي كاين القصص لا والو ديك الساعه لا ولكن ليكسبيريونس انك تلاقي الناس حتى شي علاقه عاد انا نشرح لك الفرق فرق كبير دابا الاخر تتقري خاصك تشوف الحركات ديال الدراري
تتفاعل معهم في اللحظة. أما داك الشيء تنكتبوه قصصي تكتبوه. نقول لك نقول حصص القصصي تكتبوه سكريبت من الاول حتى الاخر حتى كلمه مشات راه فريمون بكلمه بكلمه تنكتب كتقرا السكريبت. يعني الانسان واخد حياته بجديه يعني راه ما يمكنش راك شي واخد بجديه ما ندير فيديو من العيد كبير. لا كاين المجهود يعني كاين المجهود كاين المجهود. لا شوف فيديو دابا شحال مره تنقول غنمشي نصور شي واحد في العشيه باش نكون راجع تقول لي مضرب فيني فيديو. دابا الفيديو تشد 3 ايام حتى 5 ايام ما بين نقلب كنقلب في لي سوجي قلب كتب شي صافي تعولت ما بين الكتابه التصوير مونتاج هذاك المونتاج شحال فيه بزاف ديال التعنكيش تصاور جيبو من هنا جيب كذا جيب صافي خصك واحد 5 ايام ديال الخدمه. ولكن ضروري خصك عندك واحد الموهبه باش تعاود قصه فهمتيني. ما يمكنش واحد خرج يقرا داك يجيك يقرا داك كاتب ويعاود ما يعرفش يكتب ما يعرفش ناسق الاحداث باش لا باش يخلي الاحداث تكون مثيره يخليكم انت غادي معاهم ستيب باي ستيب. وحتى الصراحه حتى الطريقه ديال التعاويذ تنشد واحد لو طون ديال الهضره واحد اللعيبه تخليو داخل فيها البحث ودخل فيها الكتابه ودخل فيها الالقاء دخل فيها هذا ما قلتيهاش. السيد هو اسطوره صافي السيد هو اسطوره هذا طلع عليه هو اسطوره فهمني. ودابا الشيء هذا اخي فخر باش تزيد فخر العرب فخر العرب صايب قصه اللي هي مثلا واحد القصه اللي تقلب عليها وتحفظها راه انت حفظتيها فهمتي قريتيها وحفظتيها وعقلتي عليها وكتبتيها بالطريقه اللي غادي تعطيها لي وديتي فيها واحد المونتاج ياك. يعني كاين الانسان كيبقى يستهزاء باش هو الناس داروا ناس كذا راه كل واحد عطى الله واحد المجهود كيدير واحد الحاجه وكيمشي راه فيها مجهود راه ماشي شي بفضل المنحه بفضل المنحه. ولكن اخي فخر الدين قول لي واحد اللعيبه بغيتي تعرف عليه واحد اللعيبه راه كانوا بزاف ديال الناس كريتيكا فيها ديال واحد الفيديو خديتي واحد الانيماسيون من واحد القصه جابونيه هذيك ماشي ما كريتيكاوش بزاف. المهم راني انا شفت واحد الكريتيك طلع شي كومونتير واحد ولا شي الانيماسيون خديتيها واش الانيماسيون خديتيها ماشي انيماسيون صويره لا الانيماسيون ديك الجابونيه تصاور دوك هضربوكش كوبي رايت انا نشرح لك شنو طرا داك البلان. دابا هذاك دابا هذيك اول فيديو ديال القصص اللي خدمات انا الفيديو اللي قبل منه شحال ضرب ليفي 1000 1000 شي 1000 ستوريات كانوا ديك الساعه عندنا راه اكثر من 1000 دونك شنو تقول تقول حتى ما تيتفرج لحتى دوك الفيديو ضربوا 3 المليون انت اصلا تقول راه 1000 يتفرجوا هانيه ناخذ واخا مع شنو ناخذ هانيه صافي خديت دوك التصاور حطيتهم من حتى دوك التصاور خونا ضربني ب دابا شنو دار هو شد لا انا نقول لكم من الاخر شنو طرا شي مغاربه هزوا اللعيبه صيفطوا عليه وما هذوك الكريتيك هزوها ما كريتيكاوش صبر طاكاوش هزوها وصيفطوها ليه خونا واحد المريض واحد جابوني عاجي شحال مريض كي غتشرح ليه دابا ما تيبغيش ما كاين لا شرح لا والو دابا طار عليه تخيل واحد كان خدا ليه هذوك التصاور اللي تهضر عليهم دار عليهم فيديو شنو دار دا سترايكه ودار على الاخر اللي سرق ليه فيديو في ديك لاشين فهمتي خونا حاقد راسم فهمتي راسك شكون راسم ماشي هو اللي راسم راه واحد خونا واحد سبليوني راسم ماشي هو اللي راسم ماشي هو اللي راسم صافي هو قال لي قال لك مشكلته ماشي داك الراسم داك الشيء مشكلته قال لك سرقتي لي القصه في الدومين بوبليك عند الجامع قصه واقعه ماشي انت اللي اخترعتيها ماشي ابداع قصه هل عاودتي على بلال واش بلال شي واحد راه قصه قال لك لان جمعت المعلومات قلت له كيف جمعتي المعلومات بروفي بانني راه انا اللي خديت هذاك اللعيبات اللي جمعتي. المهم هو ما هضر معايا ما والو شد دوك لي ليان سترايكه الاولى رديت الثانيه بريفي انا ملي رديت الثانيه بريفي ما سيبريميتهاش بقى عنده ليان ممكن تسترايكي شي حاجه واخا بريفي في خبارك القضيه دروك سترايك بعدا جوج سترايكات ناري بقات لك وحده وانا رديت الثانيه كامله بريفي صافي رديتها كامله بريفي حيت قلت اي لحظه توقع شي لعيبه رديت كامله بريفي وانا درت هذيك اللعيبه ديال روكور في يوتيوب وصيفط لهم واحد التكست كبير تنشرح لهم علاش انا راه ما نستاهلش داك السترايك في الاخر حيدوا لي سترايكات بجوج وتضرب هو بجوج سترايكات حيت اذا درتي شي سترايك غلط لشي واحد انت اللي ترجعوا لك سترايكات من عارف اللعيبه ترجعوا لي سترايكات بجوج ولقيت ليه واحد الفيديو هو سارقها مجازات بزاف تجامله ما بغيتش قافيه والله تبقى فيا عاد دخلت الفيسبوك ديالو بان لي في السبيطار وداك الشيء قلت خلي مرض جابوني مرض دابا كون ضربوا ديك سترايك الثالثه كراك موت ديك العرق اللي باقي ما يتفرجش بنادم في ون بيس الاخر هادشي بقى فيا والله الا بقى شلينا اوضه فهمتي المهم عجبني الحال انا صافي قلت بخير هادي دازت
واحد واحد المره اخرى انا تنهضر مع دراري يوتيوبرز من بلايص اخرين. واحد يوتيوبر فرنساوي تنهضر معاه ديما, واحد القصه عجبتني قلت ليه بلا ما نقول شنو هي باش نبدا معاه ونرجع لها. قلت ليه ناخذ اللعيبه وخا ناخذ القصه. قال لي خذ, قال لي خذ راحتك صافي. ضربت واحد المده هو صيفط لي سكرين شوطات ديال لي زيميل اللي توصلوه يوتيوبرز مغاربه صاحبي عندهم فوق مليون مصيفطين لي. بغيت نسول واحد النداء, علاش المغاربه تضربوا المغاربه؟ يوتيوبرز يوتيوبر مشهورين مشهورين عندهم عندهم في انستغرام جد المليون. قولوا له خونا راه هز مصيفط لي ايميل داير مجهود كاتب فرونسي وهذا اليوتيوبر يقول المهم هذا كريتيكي واش درك تي محظوظ انت كريتيكي كلشي. دابا بحال نعطيك واحد المثال بسيط. تخيل صاحبي ايميل, والله الا مصيفط ايميلات اش من ايميل ايميلات ماشي هادشي كاين. هادشي ماشي في المغاربه باش ما تنقولش مغاربه انايا. واش نقول دابا هذا يوتيوبر تيدخل فلوس عايش بخير ما زحمش في حتى شي حاجه, شنو المشكل ديالو؟ كاين اخويا واحد الحقد على النجاح بصفه عام, ولكن هو راه ناجح دابا هو مشكل. هو ناجح, هو خصو ينجح بوحدو وناجح ماشي كثر ماشي حنا تنقارنوش, ولكن هو في انستغرام راه مفرقع المغرب كامل. نجحت انت فشل عجيب انت خصك تفشل بحال كاين عندنا واحد تهضر معاه فهمتي كان شبه صاحبي ما فهمش عادي عادي ما تجيك شي حاجه غريبه وبزاف ديال القصص هادشي. داكشي علاش ما تعاشرش مع يوتيوبر الصراحه بصفه عام. قال لي بلا ما تعاشر معايا فهمتي. قال لي بلا ما تعاشر معايا يوتيوبر هو هذا تيك توك ديال اوريجين. بلاتي الدراري راه نقلب هاد الملح هادي كامله, نقلب هاد الملح هادي فهمتي. ما كاين لا ملح لا حشومه. ما تيك توك عيب. بلاتي لا ريح لا بلاش تيك توك راه عندي 480,000 تصرفت عندك 10 درهم اورانج تعبئه. انا يوتيوبر عندي جوج ديال لي شين يوتيوب. دابا هو عنده مليون كيسحبوا راه يوتيوبر هو مليون. فين هو الدرع اخويا اش مليون كاين؟ ما كاينش صافي سكتنا. نداء نداء الدراري في المغرب الدرع ديالي راه تعرف في المغرب شي بلاصه صح اصوروه واوريو لي نحط الصوره ديالو. شنو هو الدرع ديالك؟ تلفوه مني جا في البوسطه يا لطيف ما عرفناش واش تسرق ولا غالبا راه تيدور في المغرب شي بلاصه. شوف عندي جوج ديال لي شين فيه 200,000 عندك اي بلاص يوتيوبر ولا ماشي يوتيوبر؟ لا شو يوتيوبر شو؟ لا اي واحد عنده شين يوتيوبر راه يوتيوبر. لا هو قصد دابا واحد ليسونس واحد اخر. بقى في الحال. شو خايبينك؟ لا دابا دابا يعني دابا يوتيوبر يعني ما تعاشرش معاك. لا شو شو. تيك توك تيك توك. هذا هو السونس هو راه فهمها صح. زعما واحد ليسونس. فهمها فهمها. زعما انت؟ لا ما تخيصها. انت ما كيعرفكش اترافيغ تيك توك. هادو راه صحاب. لا فهمها. دابا هادو راه صحاب يوتيوب. هادو صحاب المليون. صحاب المليون كتزاد لهم واحد الايام. مليون ديال العياقه. كتزاد لهم واحد الايام. كيبداو يشوفوا فيك بحالك. انت عندك 100,000 ماشي يوتيوب. Yeah. ولكن فري فري عنده الحق. دابا انا بديت في تيك توك وانستغرام دونك بزاف ديال حيت ابليكاسيون شينويه ياك داك الشيء ماشي شي حاجه خايبه كي دافع شنو بزاف عنده بروباغندا بروباغندا سمعتيني. انا بديت في تيك توك وانستغرام شينويه تخلصوني ندير لكم بروباغندا على راس العين ما عنديش مشكل, ولكن دابا ما تخلصونهاش. انستغرام وتيك توك بديت بهم. بنادم بزاف عرفني لي زانترفيو في انستغرام وتيك توك عرفني من بعد دزت التويتش ودزت اليوتيوب مشيت اتيا مؤخر. دابا راه فهاد الصوري فين درت السين الثانيه وهاد دابا البودكاست راه يتحط في يوتيوب ماشي في تيك توك. لا جو سوايع ماشي ما نقز منك في يوتيوب من يوتيوب عاد عرفت تيك توك. والله هذا هو البلان. هضرتي على البروباغندا ديال الشين. وكاين واحد الناس دابا كيديروا بروباغندا ضد الشين من واحد اليوتيوبر مشهور شينو سميتو سيربانت. تنعرفوا هذاك عرفوا شخصيا. هضر على الشين هذاك حاقد لان دوز شي تجارب خايبين في الشين وبغى ينتقم. ها هو عندي دابا انا راه هضرت معاه فاش هضرت معاه شنو تجربة دوزة خيبة؟ هو كان معقور ياك. هو ما تقبلش داك الشيء لأنه هو شنو تيكريتيكي في الشينوا في النظام في ماشي النظام في أي حاجة تلقى مع لاندستري اللي تخيلتها تيكريتيكيها. هو منين جاي؟ هو جاي من لافريك دو سود زعما بلادو داك الشيء بارفي. يقول لك مثلا ما كاينش الآن تزوج بشينوية وكذا ما عرفتش صراحة وضرب شينوا 14 عام ضرب مدة طويلة ولكن هو حاقد لواحد الدرجه ما يمكنش فريمون. ما الكونتوني ديالو موجه ضد الشينو. هانت دابا هي لاشين ديالو تشاينا بينتين مي هاد تخربيق بيبل ار كولابسين في اول اوفر تشاينا. تشاينا فورسد مي تو كريتيسايز تشاينا. عاتي الحقد تشاينا تويليت بيبر ثيفز زعما الشفاره ديال تلصق. تلصق تشاينا بيزار سبيت فايتين اكسبلين تلصق باش تكمل. هانت دابا تخيل معايا انت الكونتوني ديالك حقد على شي بلاصه راه ما يمكنش شي بلاصه تكون كلها نيجاتيف ولا كلها بوزيتيف. ما كاينش شي حاجه سميتها تشاينا كاين حالات. الا قلتي لي مثلا واش كتعجبك لا كويزين شينواز ما كاينش على حساب فين شنو لا كويزين شينواز واش ديال تشندو واش ديال شونغا واش ديال بيكان واش ديال هادي
يعني غير في الماكله ما يمكنش فيك فما بالوك الدوله دولك هو الشينوا راه العظام راه كاين اللي كاين اللي تنصب عليه كاين اللي تحقر ولكن كاين اللي ما نتعامل معاه وكاين اللي شوف هذا الشرف اللي مشيتي دابا واش مثلا اذا مشينا الامريكان واش ماشي ممكن يديروا نفس الكونتون واش ندير لك واحد المثال ونقاطعك اسمح لي واحد السيد واحد السيد كيسكن في سيدي بنور ياك ما كان ديك الساعه تليفونات لا والو وما عمرو شي واحد من بلادو مشى للغرب مشى لواحد النهار للغرب تلاقى مع واحد السيد جا ليه رزقو ياك في الغرب رجع في حالو سيدي بنور تلاقى مع صحابو قال لهم غربه وخايبين واش غربه وخايبين هو تلاقى بواحد وصحابو ما عمرهم مشاو للغرب فهمتي هذا هو المثال ديال كتبقى جينيراليزي واحد الفكره ديال هذيك البلاد راه المغرب فيه الزين ديالو فيه الخايب ديالو واش دابا المغرب اذا بغينا نديروا عليه 100 فيديو على شي حاجه على النيجاتيف ممكن نديروا واش تدير 100 على البوزيتيف ديرها دير شي مليون هو بحال طاح داك الكونتون خدام ليه واش اللعيبه ماشي هي هذيك لا تعيطوا لي سي ان ان تعيطوا لي بي بي سي تعيطوا لي كاع دوك لي شي دونك شي حاجه فشي شكل كثير خدام الامريكان اصلا الامريكان ما كتبغيش تبين بلي راه الشينوا متقدمين ودابا الامريكان راه تقدم نفس الحاجه تقد تهضر لهم على المقررات ديالهم اللي فيهم كذا عليهم تسكن في امريكا هادشي اللي كاين اوكي اوكي دونك هو فهمتي صافي ولا ضد الشين ولا كلشي تيجيب ليه فلوس باش نختمو شنو كتنصح الدراري اللي مشاو يلا مشاو اللي غادي يمشيو للشينو كتش تعطي نصيحه واحده النصيحه اللي يمشيو ما شنقول لك اولا تخلص قراصه صراحه تما صراحه من الاحسن واخا تبان لك الدنيا اوبن بزاف ادخل سوق راسك وفكر في راسك فكر في دير لوبجيكتيف ديالك وفلوس هادشي لا تفكر فيه ما بقاش تفكر في التخربيق لان داكشي ما تيساليش والحاجه الثانيه هي في الاول الصبر دابا حتى تيمشيو الدراري بزاف تنشوفهم تيمشيو دابا شي واحد ما عمره ما خرج من المغرب باش يوصل شنو شي كاين شوك كولتوريل والشوك ديال الفلوس ناقصين مع شوك كولتوريل مجموعين والشوك ديال التصور اللي كان عندك على الخارج وعلى بان الاجانب ديما تيعاملوا زوين وديما انسانيين كلشي سهل المهم دابا راه نقصات شويه مع هادشي ديال غزه وداكشي الناس اكتشفوا بان الاوروب وداكشي والخارج بصفه عامه راه ماشي بالضروره انسانيين تفكروا في راسك دونك هاد اللعيبات كاملين ملي تكون غادي قول رانا غادي لواحد البلاصه اللي راه يمكن صعب من المغرب واخا ما صعبش من المغرب ضرب واحد المدات ولي فاهم السيستم ولكن يصير مستعد تقول راه ما لقاش حياه مثاليه دابا بنادم شنو تيتسنى ديك الحياه هذاكشي اللي وقع لي باش تعصبتي في الاول حيت انت كانت عندك داك التصور ديال انا كنت قلتها ديجا كنت مونسونيتها حيت دابا كل واحد راه كيكون عنده واحد لي بريوريتي فهمتي انا اول بريوريتي كانت عندي تغير المستوى المعيشي وما كتقولش راه المستوى المعيشي كتغير سوغ دي زيتاب يعني لي طاب الاولى الثاني بحال كتعلق في شي جبل انا كنت كنتخيل توصل غتغير المستوى المعيشي فهمتي توصل غتحيد تغير زيد عليها واحد الحاجه مهمه هنا لي بارون تيدير واحد المشكل كبير دابا الدراري باش يكونوا من ديك من 15 للفوق حتى ديك 18 ولا كاع حتى ل 20 شنو تيدير الوالدين تيبقاو يديروا كلشي الدراري مقاطعه يمشي قدالي هادي يمشي خلي شي اول الاخر يمشي قدالي الاخر باش يمشي تما راك تنجيب لهم مثلا انا مثلا شخصيا تنجيب لهم مينيبوس تنديهم لونيفرسيتي تنقيدهم تتسناك شي واحد باش كنتي تما لا لا عرفتي قيدتهم دير ليهم وتيغوتو تحسب ليه راه نجبوه فهمتيني الو كيكون ولف ديك تيكون ولف الفشوش مدعبه دابا حتى يجلس هذاك العام كامل عاد يبقى يدور داك الفيلم ويبقى يقول داكشي اللي دار معايا راه ماشي نورمال فهمتيني دونك خاصك تمشي مستعد بانك راسك خاصك تفطم وداك تفطم شنو تيوقع ليهم دابا بعض المرات حنا حيت حنا اللي جايه فينا هذيك ليطاب ديال الفطمه شنو تتولي انت هو المشكل ديالو دير ليا كذا دير ليا كذا علاش ما درتيش ليا كذا مول بزوله والرداع هو اكزاكتو ما يمكنش واش راه تدير لي حتى راه ما يمكنش كاين شي دراري تدي في الكار وكلو دير لي سير عند الاداره قيدو هز ليه ورقه دير لي كذا في الاخر يبقى يبكي عليك ولا يطلع ليه هذاك تسمى واحد قله الادب واش دابا الولي والله الا الولي ولكن اولا ولي بارون تيشجعوا على هادشي لا انا ما داريش ليك انا عرفتي ديك دابا شوف الوغ كو حنا راه ما كاينش شي وحدين تيديروا شي سيرفيس بحال هكا منحه والله الا جايبين لهم مرسيدس فيتو غادي فيها من المطار غادي فيها حتى نيمبو من شنغاي ما كايناش دي جسنيك ما طيب وعقرب جاية إلا باش تنصح نصيحة الدراري نصحهم قول لهم يمشيو ما تدخلوش الحبس ما تدخلوش الحبس مينحة هذه النصيحة أول نصيحة اللي غنصح الدراري زعما إلا بغيتو تفلس مع منحة باش تمنحوا هذه أول حاجة ثاني حاجة ما تحط رجلك اليمنية في الشينوا راه واحد جوج ديال الآيات مشى داخل أصاحبي سكران في الطيارة باش ما تمركش راه واحد الآية تقول يا ربي تسهل عليك ماشي دراري كنعرفهم
ما عمرو شرب عمرو مشى اول مره غادي ديك تجمعوا راسكم ما مشى في الطياره سولوه شنو يشرب قال لهم القابل اللي يقدر يشرب هو يشرب واش خيرات البنادم ما كاينش ديك الوعي انت في السماء تبع فهمني انا راه انا في الارض ما قادرينش نشرب بقى في السماء شارب في السماء وغادي طاير واحد سبعه السوايع ما قلتي مازوط يسالي ما قلتي والو شارب كتوصل السكران كتبدا المسار الدراسي ديك الله يرضى عليكم وليداتي انا نهضر معكم من المستقبل شويه هذه تخلصوا قراسكم تخلصوا قراسكم ولكن بواحد الطريقه اغريسيف انا شويه حرش علاش تدخل سوق راسك كما قال الاستاذ ديالنا فخر العرب ما دابش مع لي بروف ما دابش مع لي بروف وسير ودخل سوق راسك الله يرضي على ولدي وقرا مزيان ودير واحد لوبجيكتيف بين عينك وماشي اي بنت شفتيها راه ديالك الله يرحم والديك كاين شي حاجه لي ديالي ودير سي كدا وديال الناس حدا اخرين ماشي كاين كلشي ديال المهم ربي قسم تراوش ربي قسم ماشي كلشي المهم ماشي الفا فهمتي تراك براري شي نصيحه اخرى مرحبا بكم في البودكاست خصنا نسولو شي سؤال طلق يلا سولوني انا نسولك شي سؤال هادشي نوليش راه صافي استفدت معكم دابا قعدتي نقاش تمشي نسولك واحد السؤال ودينا اخي سبونسر واش اخويا بلال مرحبا واش اخويا بلال تقدر دير بوز لحياتك ياك واش تمشي دير نوفل اكسبيريونس تقرا ما نقراش وكندير نوفل اكسبيريونس الدور دوز واحد الشهور نقرا قرايه يلاه ساليتها اخويا القضيه في راسي ولكن شوف ماستر ساليت 5 سنين شوف مهندس مهندس يا باش مهندس انت مهندس افتح المجال المجال شوف انا باغي نضرب شي ضريبه في اسيا احنا نديو الشينو اييه باش كرينا الكونتون صافي ولكن كونتر بارتي شنو هي يكري الكونتون شينا وشنا هو الاخر يمشي للشينو صافي شويه غير كيمشي للشينو مو الله معزز مكرم كذا هادي قول لي الشينو واش حتطلع الشينو واش حتطلع فابور يلا فابور صافي لا غادي غندير واحد البوز هاد العام هذا 2024 نضرب شي ضريبه ان شاء الله اسيا واخا ما نمشيش معاك ديك ان شاء الله الى المهم الى جمعوا شي فليسات وكذا الله يسهلك دير الدعاء ليها دير الدعاء ليها هذه تايلاند بالي راه تقامله كتشي ماليزيا واعر مكرش فيليبين مكرش فيليبين ولا كامبوديا كامبوديا ولا شي حاجه غير واش نمشي على باش ندير على شي بودكاست نضرب فيليبين نضرب الشينوا كامبوديا كامبوديا عندي شي نساب شي واحد راه عارف جنجين لا عندي واحد العائله عشي ماليزيا بري نصيحه لكل واحد باغي يمشي ماليزيا ما يمشيش علاش دعايه واعره لا واش شحال من واحد ما خليتوش يمشي لماليزيا شوف السفير ديال ماليزيا الا بغى يفاري الامور ديالو هو السيد والله شوف والله الا شي 20 واحد كان اباوت شو يمشي ما 20 افير 10 ماليزيا ورا تهضر على السياحه علاش المشكله اخويا انا مشاكل بزاف دوك ماليزيا ماشي نورمال انت ضربتي في ماليزيا مشيت جلست شحال فيها شحال ديال العدد دابا على حساب شوف على حساب التجربه دابا بغيتي نعاود لكم دوزت شهر في ماليزيا قالت لي يا سلام وانا نقول لك على حساب الجزيره على حساب الناس انا نقول لك دابا انا ماليزيا ديال ماليزيا لا انا كاره ماليزيا قلت في 4 ديال الاسابيع جوج اسابيع كنت مع واحد السويديين عرفتي كيفاش كنت نتعامل كنت نتعامل مزيان انا واحد الدري واعر واحد الدري كان معايا حتى هو تما مغربي عايش الحياه سيمانه جوج سيمانه الثانيين كانوا دوك السويديين مشى واحد الدري ما كنتش نعرفو ديك الساعه كان داك السيده تما يعطي السلام هو كان في الشيما ومشى تما يقاد شي وراق ما يعيطوا لي في التليفون الو كدا واحد الدري فويت شاطر موطور راه موطور زق بموطور عرفتي باش وصلت بعدا هو صيفط لوكاليزاسيون قطع الاتصال صافي مشيت عندو ديك الجزيره في لانكاوي لقيتهم اول حاجه هرسوا لي رجله البومال هذوك اللي جاو يهزوا حيت هو غاب في الطريق زدحوا ليه الباب ما عرفتش كيفاش هرسوا ليه التيبيا المهم ماشي مشكل ما عرفتش كيف ديك الساعه كيفاش المهم تقبص خونا تقبص داو لي فلوس كاملين هادو الوقائع المدنيه كانت عندها البوشيط داو لي فلوس كاملين وداو السبيطار عرفتي داو السبيطار حطوه ما بغاوش يعطيوه شارجور علاش ما عرفت يموت حطوه بواحد القنجر حمار شنو تيجي عنده تيجي في السويسات تيجي عنده ماليزيكو فيكو تيجي عنده تيقولوا ليه باين كيلر تيديروا له الطرق تيدقوا ليه الباين كيلر وتمشيو تفرجوا في مسلسلات وداك الشيء اللي فرمليه تما بزاف اش شي تروماتيزاك لا هادشي راه والو هادشي راه من بدايه القصه يلا طيب ولا كان هذه البديه ما كيديرني المهم صافي واحد من ضربني المهم لقطات بقى عطاك واحد الطبيب هز واحد الكيلو داك تقلوا به الرجلين البنادم اللي فاتح هزوا قال لي تخرج لنا نضربك والله ماليزي
دابا شنو دابا الدري داروا ليه القبص وزيروا في الليل ورديته للسبيطار هو يقول لي عاود يخلص القبص والقبص اصلا ضربونا خلصنا بزاف اكثر من القبص كثر 5000 درهم قلت لي الرحام حيت ما عندكش كلينيكات تما في الجزيره في هذاك السبيطار صافي هي هذيك وهذا وغاليه المهم النصيحه اللي بغيت نمشي ما تمشيش لماليزيا انما ما ديرش كسيده في ماليزيا ولا سير ما تكسلش لا اسمع لك ديك ماليزيا ديال الرشوه وديال عاد تمشي دغنا لي زيروس لا راه قلت للدري شفت هو رجل الدري شوف لها زرقاء شنو تقول لي نورمال لا تقول لي شد الصف شد الصف شد الصف تموت بالضحك روب ويشي واحد شويه من كثرت عليها ويجبد لي فاطمه والضوء الحمر قلت لها كاكداوي صاحبك عرفتي ديك فيهم طنز ماشي بحال شي نو فيهم طنز ماشي الطنز ديال واحد المغربي واحد السيد كنعرفو من العائله واحد عنده موتور كبير كسيره به دار كسيره طارت له يده يا طارت والاخر جايب يده جايبها باش يخيطوا له ولا ما نعرف دابا هو كيشوف ديك اليد كيفاش يخدم فيها شنو يدير فهمتي نهار كامل هو خدام في المستعجل ويجي واحد ما جاش النعاس قال له عطيني خرج لي كيس النعاس ما جاش النعاس فرع له راسه هو خدام كيجي عندك يقول له انا ما جانيش النعاس انا عندي الخدمه ما جانيش النعاس واحد شويه يتعصب ويهز ديك اليد ويقول له سير ولا نضرب بين امك هذيك شهر من هذيك الدوار الحمار هذه المساله تخيل دابا راسك انت طبيب تخيل راسك طبيب ياك تخيل راسك خدام كتقاد واحد الفيديو اربع السوايع لقيت راسك ما صورتيش راه يدير الطبيب يلا بغى يخرج شويه تفهمني ولا خرج النعاس فهمتي عصبو حتى يكون طرا بحال هكا شوف ماليزيا زوينه انا ما مشيتش ماشي داكشي انا نكمل لك انا المناظر زوينه لا المناظر خلاها كاين محسن في المناظر تايلاند فيلمين واعر تايلاند واعر عاد تمشيش ماتش قناط ما كاين ما يدار في ماليزيا بعد تايلاند شي زاكتيفيتي عاد راه خارجين من السبيطار دافعوا في الكرسي صافي قدينا غراض بعد في الاخر قدينا غراض انا شنو دابا هو علاش الطبيب بغى يضربني حيت داك الدري تيبغي يهضر انا تنقول ليه شنو يقول قلت ليه قول لي انا راك تناعس وتزير عليا القبص حيت قال لك انت اللي حطيتي القبص على شي لعبه نقول لك كنت ناعس هو يقول المهم صافي من بعد سال داك الشيء اخر مخرجوا في الكرسي مخرجوا بحال هكا في الكرسي قلت به خير مو بعيد لديك البلاصه فين كنا خفات علينا واحد بكاتكات ويقول لنا فين غاديين قلت بعدا البلاد هذه فيها شويه ديال الرحمه من بعد هادشي كامل اللي دوزنا قلت لها لا كون كانت خطافه قلت لها راه غاديين لانكاوي بيتش تقول لي هذاك الويلتشير على بروبرتي ديال الهوسبيتال طلع ردو قالت امشى تهبطي عند العساس الطوموبيله ديالي غاده غاده ما عليها ما بها قالت لي هذه خصها شي هريسه اصبر يا صاحبي صافي الدري طالات يعاير غادي بحال ركبنا في طاكسي وقفنا طاكسي غادي مورك قلت لها بشويه صافي قلت لها بشويه قلت لها الدري راه مهرس وكان عنده الكتاف بجوج من ديبواطي يا قلت لها بشويه ويلي طق حبس طوموبيل اف يو دونت لايك ات كول ان امبولانس ماكسين العكس صاحبي واحد العكس هذاك يقول لي والله الا خصنا نخرجوا من هذا لا عشي ما يمكنش صاحبي راه في كل لقطه في الحياه تتوقع شي حاجه عشي قاطع من واحد البلاصه يتوقف عليه واحد البوليسي داير حجاب ونصكم قلت لي عندك خصك تخلصها شحال قلت لي علاش قلت لي ما نسيتش باساج بيض عطيتي الفلوس عطاتني واحد الورقه مشيت عند واحد الفلسطيني في واحد الهوستل تما قلت لي راه شنطره قلت لي اقول باش قال لي اقول باش ما كاينش يمكن المخالفه لا والو على البياتون قال لي راه خدش ما عندك فلوس واحد الدوله مخربقه هي كانت واعره في واحد الوقت ما بقاو لا فلوس لا والو شي مهربات عليها ودابا هما بحال بقاو فهمتي تحسوا براسهم واعرين واخا صافي سالات واعرين مسخسخين عرفتي دابا مازال عندهم داكشي ديال بحال جدك فاش كيكبل المجد القديم المهم انا لقطات شكرا بزاف غير ماليزيا ما يمشيش صافي انا قنعتيني الهدف في حياتي انا هو الناس ما يبقاش يمشيو غنضرب الصينوا تايلاند زوينه فيليبين زوينه اندونيسيا زوينه السلام عليكم ورحمه الله راه انت اللي زوين اخويا فخر بالعزل لحقوا ما داير شكرا بزاف راه الحدث اخويا الحدث ناضي نتمنى من الله والدراري اللي وصلوا لهنايا يكتبوا لنا شي حاجه لا الدراري اللي وصلوا لهنا يمشي عند الله شنو يقول بولوني عرفتي علاش بولوني تفكروا الجاد كومونتير يكتبوا فخر الدين بولوني وبغيتكم ما عمركم تقولوا علاش صافي بقى حتى بلاصتين ديال بولونيا تشوفوا في كومونتير بولوني ليفاندوفسكي سيروا عندكم بولوني تشوفوا لي بولوني تحياتي العز الله يحفظك اخي بلال العز